أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله بنستأنف المحاضرة الثالثة في الإندوكراين في الكراش كورس، وهي لصالح الأطفال من مرضى أبو الريش. والنهاردة هندرس بإذن الله posterior pituitary، لكن كان فاضل عندنا حاجتين صغيرين في الانتيرو بيوتري اللي هما البرولاكتين والمرض البان هايبوفيتيوتريزم. فنتوكل على الله ونبدأ. وعندنا النهاردة بإذن الله 6 لوحات بس سهلين، فيعني أتصور نحن وذين 90 دقيقة بتوعنا نقدر نخلصهم بسهولة بإذن الله. توكل على الله. اللوحة الأولى وهي خاصة بالهرمون اللي كان فاضل في الانتيرو بيوتري، كنا درسنا الجراف هرمون وبندرس النهاردة شقيقه البرولاكتين. وطبعا يمكن حد يقول لي انت ليه بتقول عليه شقيقه، فالإجابة سهلة جدا، لانه البرولاكتين والجراف هرمون في اوجه كثيرة للتشابه ما بينهم. فهنشوف دلوقتي ايه وجه التشابه بين برولاكتين والجروث هرمون. اول تشابه اقدر احصرها في 4 نقاط، ان هما الاثنين الاستراكشر بتاعهم بولي بيبتايد. حتى كنا قلنا بيبتايد يعني تحت 50 امينو اسيد، فوق 50 امينو اسيد هنسميها بولي بيبتايد لو كانت سينجل تشين او لينير، اما لو كانت مور ذان وان تشين فوق 50 امينو اسيد او فولدد هنسميها بروتين. فهو البرولاكتين كما جروث هرمون بولي بيبتايد يعني سينجل تشين. ادي اول وجه التشابه، الجروث هرمون 191 امينو اسيد، البرولاكتين 194 امينو اسيد. وجه التشابه الثاني ان هما الاثنين طالعين من الاسيدوفيليك سيلز. هنا على وجه التحديد من اللاكتوتروبس او بيسموها ماموتروبس، بس مع الاخذ في الاعتبار ان السوماتوتروبس اللي بتطلع الجروث هرمون هي اكثر الخلايا عددا في الانتيريو بيوتري. ده سؤال ام اس كيو. وجه التشابه الثالث ان هما الاثنين بيطلعوا ان بالسز مش كونتينوس، لان احنا قلنا الهرمونات بتطلع كونتينوس او بالس. وجه التشابه الرابع ان ادام هما الاثنين بولي بيبتايد فبيشتغلوا بنفس الطريقة بالجاكس تات ميكانيزم اللي هي جينوميك ونان جينوميك. يبقى دي اوجه التشابه الاربعة ما بينهم، ان هما الاثنين بولي بيبتايدز، ان هما الاثنين طالعين من الاسيدوفيليك سيلز نمرة 2، هما الاثنين نمرة 3 بيطلعوا امبالسز، نمرة 4 بيشتغلوا بالجاك ستات ميكانيزم. وعلى فكرة التشابه الغدة هنشاهد هذا التشابه في اكثر من غده. يعني ادي اول غده الانتيريو بيوتري، مين عندنا سيميلر ان ستراكشر اند فانكشن؟ الجروث هرمون برولاكت. نفس الكلام هنشوفه مع البوستيريو بيوتري باذن الله، مع الثايرويد، مع الادرينال كورتكس. طيب هنا عاوز في البرولاكتين هندرس النقاط الثلاثه الاتيه، هندرس الاكشنز والكنترول والديس اوردرز. وده زي ما قلت لكم بعيد تاني يا اولاد، ان الاكشن والكنترول بتوع ال 14 هرمون اللي هم في الاندوكراين ريبرودكشن هي اهم حاجه تبتدي بدراستهم، لان في التو برانشز دول اندوكراين ريبرودكشن بيجي 3 اسئله بعدها تاني اهو، سؤالين منهم اكشن وكنترول. فعشان كده قبل ما مخك يتعب تجيب المصدر بتاع الاندوكراين والريبرودكشن وتراجع ال 14 هرمون اكشن وكنترول الاول، يبقى ضمنت سؤالين في الامتحان في النظر. تبتدي بالاكشن، بتبتدي بالاكشن لازم تقول لنا المود اوف اكشن. طب ازاي بتعرف المود اوف اكشن؟ الكيميكال ستراكشر بيقول لك المود اوف اكشن. كونهم بولي بيبتايد البرولاكتين يبقى اذا هم لايبوفوبيك، ما بيدوبوش في الليبيد، يبقى هيمسكوا في ريسبتور في الاوتر بوردر اوف سيل ميمبر، يبقى مفروض يشتغلوا، ما بيدخلوش جوه الخليه، ما بيوصلوش للنيوكلس، ما بيوصلوش للجينز، يبقى نان جينوميك اكشن. لكن قلت في هرمونات بتشتغل نان جينوميك وجينوميك. اول واحد كان الجروث هرمون، ثاني واحد البرولاكتين، لان الجروث هرمون من اسمه بيعمل جروث،
يبقى 100% عشان يعمل جراف لازم يعمل بروتين انابوليزم، يبقى لازم يوصل النيوكليوس عشان يعمل بروتين تنسس، يبقى لازم يبقى نون جينوميك وجينوميك. وكذا البرولاكتين بتاع الرضاعه بيزود البروتين تنسس في الميك، يبقى لازم يبقى جينوميك. فبيشتغل جينوميك ونون جينوميك، هما اتنين بيشتغلوا بحاجه اسمها جاك ستات ميكانيزم، جينوميك ونون جينوميك. يبقى اتعلمنا ان في اي اكشنز لازم الاول تقولي الكيميكال نيتشر واللي منها استنتجت المود اوف اكشن، ان هما بوليبيبتايد يقول ان لازم يبقوا نون جينوميك، بس هما كمان بسبب الفانكشن لازم يبقوا جينوميك. فهو جينوميك نون جينوميك بنسميها جاك ستات ميكانيزم. ابقى راجع محاضره الجراف هرمون عشان تعرف يعني ايه معنى كلمه جاك ستات. تري اكشن، كنا اتفقنا بطريقه جميله ان في الهرمون بيبقى فيه اكشن يدل عليه اسمه واكشن تاني مش موجود في اسمه. فانا بقول لك برولاكتين وانا مش مذاكر، يبقى من اسمه له علاقه باللاكتيشن، يبقى 100% الهرمون ده له علاقه باللاكتيشن. طب تعالى ندرس تطور البريست بتاع الجيرل البنت الصغيره اول ما وهي طفله، بنبقى بنلاحظ انه البريست بتاعها صغير. خد بالك دي هنقوله تاني مع الريبرودكشن، بس لا مانع نقوله مرتين، ده كراش كورس بنعيد فيه اكتر مره المعلومات، مش بنعيد في المره الواحده عبر الغدد المختلفه، ولما بتسمعني في الاخر بتبقى نص المعلومات من تكرارها انت فاكرها. فاحنا البريست بيكبر في فتره البيوبرتي، ده بتاثير الايستروجينز، وبقول ايستروجينز لانهم ثلاثه بس. الايستروجينز اهم فانكشن في الام اس كيو انه بيعمل النيبل الحلمه والداتس. طيب بيجي بعد كده البروجستيرون بيكمل ما بدا الايستروجين، الايستروجين نيبل وداتس، البروجستيرون هيحط الالفيلو اسينار سيستم، الفيلايا اهي شايفها موجوده تمام. الكلام ده بيزيد اكتر لما الايستروجين والبروجسترون ليفل بيعلى جدا، وهما بيعلوا فين؟ ده سؤال ام اس كيو. في الليت مانث اوف بريجننسي بيزيدوا جدا، فالاكشن ده يزيد. يجي بقى البرولاكتين يعمل ميلك سكريشن، اديني مليت لك الالفيولاي بميلك بتاع الانتيرو بيتوتري. طيب يجي بعد كده الاكسيتوسين بتاع البوستيرو بيتوتري اللي هناخده النهارده، يعمل ميلك ليت داون او ميلك ايجكشن، يخلي الميلك يقرب من النيبل عشان يقدر البيبي ياخده بالساكلينج باور البسيطه بتاعته. طب لطالب ذكي يبقى احنا عرفنا انه بيعمل لاكتيشن، ما هو اسمه برولاكتين. بس طالب ذكي قال لي هو ليه سموه برولاكتين؟ برو يعني سابق للاكتيشن، عارف ليه؟ الفانكشن موجوده في اسمه. لاكتين يبقى بيعمل لاكتيشن، برولاكتين لانه بيساعد الايستروجين والبروجستيرون في ان هم يعملوا ديفلوبمنت للبريست، قلنا سبيشالي في الليت مانث اوف بريجننسي، فهو بيساعد الديفلوبمنت اوف ذا بريست باي ايستروجين اند بروجستيرون. ذيس واي اتس كول برو، انه بيبتدي قبل لاكتيشن يساعد ايستروجين بروجستيرون في الديفلوبمنت وبعدين يعمل لاكتيشن. ده الوظيفه الواضحه في اسمه. في وظيفة تانية مش واضحة في اسمه، ان البرولاكتين في فترة الرضاعة بقى بيعمل انهيبيشن للأوفيليشن. ازاي؟ الأوفيليشن ده عشان يحصل محتاج الجونادوتروبينز على وجه التحديد للإيتنايزنج هرمون، فهو بينقص الجونادوتروبينز ميل للإيتنايزنج هرمون فيمنع الأوفيليشن وعليه المنستريشن. طالب قال لي اشرح لنا، فهمنا ليه؟ أنا بشرحها في جملة بسيطة خالص يا أولاد. فبقول البرولاكتين بعربيتنا، افتح ودنك معايا، يساعد الرضاعة ويمنع الحمل. يساعد الرضاعة ما اسمه برولاكتين، وكونه منع الأوفيليشن وبالتالي المنستريشن، يبقى إزاي الست هتبقى حامل؟ طب وليه؟ ليه؟ عاوزين نفهم، عارف ليه؟ الإجابة دائما حاجة واحدة، إنه وراء الخلق خالق. الرضاعة دي عبء نفسي على الأم، والحمل عبء نفسي على الأم،
بالرضاعة الأم بتبني طفل من الملك بتاعها، وبالحمل بتبني طفل. ما لا يستقيم إن الأم تقوم بالعمليتين في آن واحد، إنها تبني طفل بالرضاعة وتبني طفل بالحمل. عشان كده ربنا شوف العظمة بما يدل على أنه وراء الخلق قوة عاقلة، خلى نفس الهرمون اللي يعمل رضاعة اللي هو البرولاكتين يوقف الأوفيليشن وبالتالي المنستويشن وبالتالي الحمل for several months طول ما الست بترضع. فقلتها جملة جميلة جدا، البرولاكتين يساعد الرضاعة ويمنع الحمل. ازاي بيمنع الحمل؟ بينهبت الاوفيليشن عن طريق انه انهبت الجوناتروبينز على وجه التحديد اليوتينايزنج هرمون، وبالتالي لا في اوفيليشن ولا في منستريشن. حتى في ريفنا تلاقي بعض الستات البسطاء تقول لك انا برضع نظيف، والمعني وهي بترضع ما عندهاش منستريشن. شيء عظيم لما تبقى فاهم الفانكشن بالطريقه دي. اوعى تنسى الجمله الاساسيه، البرولاكتين يساعد الرضاعة ويمنع الحمل، لأنه لا يستقيم أن الأم تبقى بترضع في طفل وحامل في طفل آخر. ده أنا عاوز أقول لك حاجة، ده الأم بالرضاعة بس بتفقد طبعا بروتين وفاتي أسيدس في اللبن، وبتفقد من 2 ل 3 جرام كالسيوم في اليوم. إذا لازم الأمهات اللي بترضع تاخد ديري برودكتس، مركبات فيها لبن كتير، عشان خاطر تقدر تعوض هذا الكالسيوم. وأقول لك حاجة لطيفة، بعد سن 50 الست لا تقدر لا على الرضاعة ولا على الحمل، عشان كده ربنا بيوقف الاثنين فيما يعرف بالمينيبوز اللي هو سن اليأس. يبقى الأكشن بتاع البرولاكتين تبتدي الأول، أحب النظام أيوة ولاد تقول مود أوف أكشن إن هو جاك ستات جينوميك ونون جينوميك. أوعى مع أي أكشن ما تقولش كيميكال نيتشر بوليبيبتايد وعليه المود أوف أكشن، وبعدين تقول أكشن. قلت في أكشن بنستنتجه من اسمه برولاكتين، يبقى بيعمل لاكتيشن وبرو لانه بيساعد الاستروجين والبروجسترون يعمل ديفلوبمنت، يساعد الرضاعه ويمنع التبويض والحمل. بينهبت الاوفيليشن فينهبت الحمل لانه بينقص الجوناتروبينز على وجه تحديد النايزنج هرمون، فلا في اوفيليشن ولا منستريشن. نبتدي بالكنترول. قلت في الكنترول يا اولاد اهم حاجه تقول الاول علاقه هذا الهرمون، ادام طالع من البيتيوتري تقول علاقته بالهايبوثالامس، دي جمله محجوزه. اي هرمون في البيتيوتري انا بتحب النظام تقول علاقته بالهايبوثالامس. البرولاكتين هو الوحيد اللي عنده برولاكتين انهيبيتنج هرمون، حتى قلنا ده كان اكسبشن، كان كلهم سمول بيبتايدز، انما البرولاكتين انهيبيتنج هرمون ده دوبامين. ده سؤال مش كده مهم جدا، نوع من الانواع الثلاثه بتاع الكاتيكولامينز اللي معموله من ثيروزين امينو اسيد. ما تلخبطهاش، البرولاكتين نفسه بتاع البيتيوتري بولي بيبتايد، عشان ده سؤال مش كده مهم. البرولاكتين نفسه، انما اللي بيطلع له من الهايبوثالامس يوقفه اللي هو البرولاكتين انهيبيتنج هرمون ده دوبامين. طب شوف بقى الجمله الجميله هنا، نوع العلاقه ما بين البرولاكتين والبرولاكتين انهيبيتنج هرمون اندايركت نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. ليه؟ لو انه البرولاكتين زاد يبقى خلاص زاد، عايزين نقصه كفايه كده برولاكتين، فيعمل ايه؟ يعمل يبص معاه يزود البرولاكتين انهيبيتي، فلما يزيد البرولاكتين انهيبيتين بالتبعيه ينقص البرولاكتين، يعني البرولاكتين ينقص يزود البرولاكتين انهيبيتين فالبرولاكتين انهيبيتين ينقص برولاكتين. عشان كده سموها اندايركت نيجاتيف فيدباك، لان احنا كنا اعتدنا ان عندنا المفروض الهرمون الاساسي اللي هو البرولاكتين ينقص الاستيميليتنج بتاعه، بس هنا مفيش استيميليتنج، هنا هو عنده انهيبيتنج بس، فعشان كده عشان ينقص نفسه كان لابد يزود الانهيبيتنج هرمون اللي هو البرولاكتين انهيبيتنج، فعشان كده يسموها اندايركت نيجاتيف فيدباك. نيجي اذر ستيمولاي، لطيفه جدا، كل حاجه عملها لك بطريقه رائعه بحرف الاس كلهم. يبقى اول حاجه في هرمون له علاقه بيطلع من بيتيوتري لازم الاول تقول علاقته بالهايبوثالامس، هل له انهيبيتنج ولا ريليسنج ولا انهيبيتنج وريليسنج زي الجروث هرمون، بعدين تقول اذر ستيمولاي. لو بدات بغير الساكلينج مش هتاخد نمره، لان اذا ما كانش الساكلينج الرضاعه تزود برولاكتين امال هتزود ايه؟ فالساكلينج عن طريق انها بتستيميليت ريسبتورز
تاتش ريسبتورز في النيبل، ده مش بتنزل قدام البرولاكتين بس، ده بتزود كمان الاوكسيتوسين. حتى انا بسيب لك هنا بيبي اهو بيعمل ساكلينج في الرسمتين، يبقى الساكلينج بيزود البرولاكتين بتاع الانتيريور بيوتري اللي بيعمل ميلك سكريشن، والاوكسيتوسين بتاع البوستيريور بيوتري اللي بيعمل ميلك ليت داون اور ميلك ايجكشن. اثنين، قلنا يا اولاد ان البيتيوتري بشقيها غده مسائيه، البرولاكتين بيطلع كما جروث هرمون، كما جروث هرمون بالسليب، تمام. وقلنا ليه في السليب؟ قلنا الجروث هرمون المصلحه يطلع والطفل نايم عشان ينمو، لو هينمو وهو واقف صاحي هيبقى عكس الجرافيتي، يبقى نموه صعب، لكن هو نايم الجروث يبقى اسهل لانه مش ضد الجرافيتي. برضو انا بشرح لكم البانتر يا اولاد، مش جايين نقرا مع بعض. طب ليه هنا البرولاكتين بيطلع بالسليب؟ ما احنا قلنا الرضاعه عمليه استريسفول للانثى، بتفقد من جسدها مكونات الجسد عشان تبني بيه بيبي، بس تبقى مرتاحه تنام كويس يطلع برولاكتين كفايه، ما تنامش كويس وتضيع وقتها في السهر وفي الله البرولاكتين يقل وما تعرفش ترضع البيبي بتاعها. البيتيوتري غده مسائيه. نمره 4، ثالث اس الستريس، يبقى قلنا الاول بيتيوتري بعدين 4 اس، فنمره 4 ثالث اس اللي هو الستريس. بس هنا نوع الستريس ايه؟ ثينكينج اوف ا بيبي، ان الام العامله لما تبقى في الشغل وتفكر في البيبي ازاي عامل ايه دلوقتي وسايباه مع احد الجيران، فتبص يطلع البرولاكتين ويتملي صدرها ميلك، حتى يقولوا في تعبير بلدي الصدر بيحن، يعني لما فكرت في البيبي صدرها حن. هو ايه اللي حصل؟ ان الستريس بتاع ثينكينج اوف ا بيبي طلع البرولاكتين. بعد نمره 5 وكما جروث هرمون، ما احنا قلنا في تشابهات كتيره، انه بيطلع بالسكس هرمونز اللي هو الايستروجين، الايستروجين بيزود السكريشن اوف برولاكتين وخدناه بيزود كمان الجروث هرمون. طيب نيجي بقى سؤال مهم جدا في الام اس كيو هنا يا اولاد، الليفل اوف برولاكتين وضعه ايه في اثناء الحمل؟ وضعه ايه في الليبر في الولاده؟ وضعه ايه في الرضاعه بعد الولاده؟ هنا لاحظ الاجابه عكس المنطق. انت الناس عارفه من المعلومات العامه ان في الحمل مفيش رضاعه، فمفروض في الحمل يبقى الليفل اوف برولاكتين قليل، لا الليفل اوف برولاكتين عالي جدا. طب هنا ايه الاجابه؟ ايه الانسر؟ هو ليه عالي؟ لانه البرولاكتين لسه قايلين بيطلع بالايستروجين، يبقى الانسر هنا ايستروجين. الايستروجين بيعلى جدا في الحمل فبيعلي البرولاكتين. طب السؤال الثاني، طب مين اللي منع البرولاكتين انه يعمل لاكتيشن؟ الايستروجين. يعني كان الايستروجينز بتزود السكريشن بتاع البرولاكتين لكن بتمنع الاكشن بتاعه انه يعمل لاكتيشن. طب السؤال الاهم، طب هو ليه الايستروجين طلع البرولاكتين؟ الاجابه فوق اهو، لانه بيساعد الديفلوبمنت اوف ذا بريست. طيب ثم حانت ساعه الميلاد في الليبر في الولاده، نزلت المشيمه اللي هي بتطلع الايستروجين والبروجستيرون، فعشان كده يحصل انهيار في الليفل اوف برولاكتين في الليبر، وبعد كده يطلع ان سايكلز بالساكلينج. ادي الليفل اوف برولاكتين، واحد من اشهر اسئله على فكره اجابتهم كلها ايستروجينز. البرولاكتين عالي في البريجننس ليه؟ عشان الايستروجينز. ليه مفيش لاكتيشن؟ الايستروجين منع الاكشن. طب طالع يعمل ايه؟ يساعد الايستروجين، يبقى الاجابات كلها ايستروجين. طب ليه قل في الليفر؟ عشان الليفل اوف ايستروجين قل كنتيجه لنزول البلاسينتا، وبعد كده بيطلع بالساكلين. نيجي الديس اوردر بقى يا اولاد. الديس اوردر هتاخد شكلين، يا هايبر برولاكتينيميا زياده البرولاكتين في الدم وهي الاهم، يا هايبو برولاكتينيميا نقص البرولاكتين وهو المرض الاقل شر. نبتدي بالهايبر برولاكتينيميا. ايه الكوزس اوف هايبر برولاكتينيميا؟ الكوزس انه ممكن يحصل تيومر هنا في البيتيوتري في اللاكتوتروبس او الماموتروبس، طلع برولاكتين كتير، يعمل هايبر برولاكتينيميا، يزود البرولاكتين في الدم. هايبر برولاكتين ايميا يعني دم. ممكن يبقى في تيومر قطع البيتيوتري ستوك هنا اللي هي الوصله بين الهايبوثالاموس والبيتيوتري، فالبرولاكتين انهيبيتنج ما بيوصلش اللي هو مانع البرولاكتين يطلع، فيطلع البرولاكتين، يبقى ده الكوزس. طب ايه المانيفستيشنز؟ بقولها بطريقه لطيفه قوي، تفرق في ست عن راجل. لو بنت طلع عندها برولاكتين كتير هتعرف الحكايه دي رايت ناو،
برولاكتين كتير وصدرها مستعد لان صدر الانثى كبير، يبقى يحصل لها جالاكتوريا، هتطلع ميلك وهي نون بريجننت. وقلنا ده عرض حتى مش لطيف ان بنت مش حامل وفي نفس الوقت عندها لبن. طب واحنا قلنا البرولاكتين بيعمل ايه؟ يساعد الرضاعه ويمنع الحمل، يمنع التبويض، يمنع الاوفيليشن، يمنع المنستريشن، هيجي لها امينوريا، هيتوقف المنستريشن. يبقى الفيميل ساعه ما يحصل لها برولاكتينيميا هتعرف اون ذا سبوت ان عندها زياده في البرولاكتين، ان وهي نون بريجننت بقى بيحصل لها لاكتيشن، والبرولاكتين بيوقف الرضاعه وبيوقف الاوفيليشن، اسف، البرولاكتين بيزود الرضاعه ويوقف التبويض، هيوقف التبويض الاوفيليشن وعليه المنستريشن امينوريا. اما لو ولد شاب زاد عنده البرولاكتين مش هيعرف كام ده غير لما يتجوز. ليه؟ لان البريست بتاعه مش مستعد. زياده البرولاكتين كل اللي هتعمله تكبر الثدي بتاعه بس. قلناها قبل كده معناها جاينيكو ماستيا، ماستيا يعني ثدي، ماستايتس التهاب في الثدي، جاينيكو ماستيا تضخم الثدي، مفيش ميلك. قليل فيري رير يحصل على فكره ميلك سكريش زي فيلم ارنولد شوتسنيجر اللي هو جينيور. هل في راجل في فيري رير كيسز يحصل فيها ميلك سكريشن في الرجال، بس الاساس في الراجل ان يحصل له تضخم الثدي اللي هي جاينيكو ماستيا. طيب وبعدين قلنا البرولاكتين بيعمل ايه؟ بيمنع الجونادوتروبينز، يبقى لما يوقف له الجونادوتروبينز يبقى الراجل ده لما يتجوز مش هيخلف، عنده انفرتيليتي يعني عدم خصوبه. يبقى الفيميل عرفت ان البرولاكتين زاد اون ذا سبوت لان صدرها بيجيب لبن جلاكتوريا وتوقف الرحم عن الحيض امينوريا. انما الراجل مجرد صدره كبر شويه جانيكو ماستيا لما يتجوز مفيش جونادوتروبينز infertility. طب في both sexes هيحصل ايه يا اولاد؟ loss of libido، فقدان الرغبه الجنسيه. طب العلاج، نيجي التريتمنت. انت البرولاكتين زايد عاوز تنقصه ازاي؟ يبقى عاوز برولاكتين انهيبيتنج اللي هو تركيبه ايه؟ ما تلخبطش، دوبامين. يبقى ادي العيان دوبامين اجونست، حاجه تساعد الدوبامين، ما تقوليش انتاجونست. ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو، علاج الهايبر برولاكتينيميا. انت البرولاكتين عنده انهيبيتنج هرمون، تبقى تدي انهيبيتنج، يبقى تدي برولاكتين او دوبامين. ما البرولاكتين انهيبيتنج تركيبه دوبامين، وانت عاوز تزود البرولاكتين انهيبيتنج عشان توقف البرولاكتين. طب والبرولاكتين انهيبيتنج تركيبه ايه؟ دوبامين. يبقى تدي دوبامين اجونست، اجونست اللي هو اسمه بروموكريبتين. بروموكريبتين اهو، بروموكريبتين، اوعى تنسى هو ده اللي لازم تستخدمه، بروموكريبتين. مش عيد كتير يا اولاد عشان عاوز اخلص، انت عيد الفيديو اذا كنت عاوز. انتقل لمرض في البيتيوتري مشهور جدا، اللوحه الثانيه، اسمه بان هايبوبيتيوتاريزم. احنا قلنا ان الماستر جلاند اللي بتشغل نص الاندوكراين جلاندز هي البيتيوتري. فبرغم ان زي ما قلنا البيتيوتري دي يا اولاد اقل من جرام، نص جرام اكشلي وزنها، تصور البيتيوتري الغده النخاميه المدلام المخ دي وزنها نص جرام بس، 18 بالالف من الاونس من الوقايه. هذا النص جرام لو ضاع هتشوف بقى العيان هيتبهدل ازاي. ليه بيجيبوا السؤال ده؟ انك لا يمكن تعرف تجاوبه الا اذا كنت عارف البيتيوتري تماما. يعني هو كمرض مش كتير في الدنيا، انما مش هتكتبه غير لو كنت فاهم البيتيوتري كويس قوي، وكتابته سهله جدا. فنبتدي الاول بالكوزس. لازم تبقى عارف ان البيتيوتري بتاتمر بالهايبوثالاموس. فايه اللي بوظ بيتيوتري؟ لو حصل بيتيوتري اور هايبوثالاميك تيومر او ليجن اهي. السبب الثاني مهم جدا في الام اس كيو يا اولاد، حاجه اسمها سيفير بوست بارتم هيموريدج. يعني لو حصل نزيف حاد عقب الولاده، بارتم يعني ولاده، بوست بارتم يعني عقب الولاده. فسيفير بوست بارتم هيموريدج يعني نزيف حاد عقب الولاده، يدمر البيتيوتري ويدي حاجه نسبه الى مكتشفيها اسمها شيهان سندروم، نوت جيهان،
شيهان سندروم. طيب سؤال مرة سألوني طالب إيش معنى النزيف الجامد القوي السيفير هيموريج بس اللي بعد الولادة هو اللي بيدمر بيوتري؟ الإجابة سهلة جدا، بس خد بالك البيتيوتري يا أولاد في أثناء الحمل في الأنثى بتطلع بوظائف أكثر، وعليه بيبقى حجمها ضعف حجم البيتيوتري العادية، سموها حتى pituitary of pregnancy. يبقى تخيل pituitary فقط في الإناث في الحمل، في الحمل بتبقى ضعف الحجم pituitary of pregnancy، فمحتاجة ضعف الدم، فعشان كده هي اللي تتأثر أكتر لو حصل نزيف. وفي سبب تاني، هي محتاجة ضعف الدم ولما بتكبر بتضغط على الفيسلز اللي بيغذيها، بيحصل له كينكينج فالبلد سبلاي يقل. يبقى الكومبينيشن اوف ذيس تو فاكتور، انها كبرت فعاوزه دم كتير، ولما كبرت ضغطت على الفيسل قللت البلد سبلاي تتدمر. ذيس از واي نزيف واحد بس في الانثى هو الذي يدمر البيتيوتري اللي اسمه سيفير بوست بارتم هيموريج. اما السؤال الجميل، طب هو ليه سموها شيهان سندروم؟ يعني ليه ما كنا بندرسها ضمن المرض العام اللي هو البان هايبوبيتيوتريزم؟ هقول لك ليه. لانه تعالى تخيل معايا الست دي ولدت جالها نزيف حاد عقب الولاده، جت ترضع البيبي ما فيش لبن لان البيتيوتري اتدمرت، ما فيش برولاكتين. طب ما فيش لاكتيشن ما فيش برولاكتين، يبقى ما فيش ما يمنع نرجع لها منستريشن؟ لا، ده ما بيجيلهاش منستريشن. فالقصه دي ان ست عقب الولاده نزفت جامد، تحطمت البيتيوتري، فلا في برولاكتين، مفيش لاكتيشن، وفي نفس الوقت مفيش منستريشن، مفيش جونادوتروبينز، يسموها مع بعض شيهانز سندروم. قصه معروفه على فكره. نقطه مهمه في الكلينيكال، الشيهانز سندروم ده ممكن ما يظهرش ايميديتلي بعد، يعني لو حصل نزيف جامد بعد الولاده مش لازم يظهر ايميديتلي، ممكن يظهر بعد مده صغيره، يعني مش لازم ايميديتلي يحصل بعدها. طيب نيجي بقى المانيفستيشنز يا ولاد. المانيفستيشنز ستة، وما عشقت مثل عشق النظام، ثلاثة وثلاثة. انت ممكن تستنتجهم لو انت فهمت يعني ايه كلمة pan hypopituitarism. نحلل الكلمة. ism يعني مرض، pituitary يعني مرض خاص بالبيتيوتري، hypo يعني pituitary ما بتشتغلش، hypopituitarism. ليه سموها pan؟ pan في اللغة يا ولاد معناها extended، ممتد. حتى اقول لك لما بتروح تشتري بيتزا بيقول لك عاوز البيتزا thin يعني رفيعه ولا pan؟ حتى ناس كده فاهمه ان كلمه pan معناها thick. لا، pan مش معناها تخينه، معناها extended، يعني الهايبوبيتيوتريزم extend وخد كل البيتيوتري. ادي معنى كلمه pan hypopituitarism. طيب انا مش مذاكر بس تعودنا نفكر مع بعض، لما يتدمر البيتيوتري الكامل اللي هي اقل من جرام، اللي هي نص جرام، شوف نص جرام هيبهدلك ازاي؟ اتفرج بقى في كام غده يا اولاد المره العاشره تحت تاثير البيتيوتري. طالب قال لي حفظناهم 100 مره، الثايرويد والكورتكس والجوناس. يبقى لو البيتيوتري اتدمرت يبقى لا الثايرويد مش هتشتغل هايبوثايرويديزم، ولا الكورتكس هتشتغل هايبوكورتيسيزم، ولا الجوناس هتشتغل هايبوجوناديزم. يبقى ديك نص السؤال جاوبته بالمعلومات العامه ان في ثلاث غدد تحت البيتيوتري، فلما البيتيوتري تدمر بالكامل او الهايبوثالامس اللي بتشغلها حصل فيها ليجن او شيهانز، الثلاث غدد دول سقطوا سهوا، لا الثيرويد والكورتكس والجونادز. هايبوثايرويديزم هايبوكورتيسيزم، اذا قلنا يعني مرض هايبوجوناديزم. وبعدين تقول لك كلمتين في كل واحده، انت بتشرحش مش هتشرح مليون مرض في مرض. يعني مثلا ايه اهم حاجه في الثيرويد؟ اقولها لك، ان الثيرويد دي اهم غده بتزود الميتابوليزم. كان حسن الاصبر رحمه الله عنده اغنيه هابطه اسمها ولعها واعلع شعللها شعلل، كل مره يغني الاغنيه دي كنت تقول ده بيغني للثيرويد. الثيرويد هي اكتر غده بتزود الميتابوليزم، فلما يحصل هايبوثيرويديزم هيقل الميتابوليك ريت، مفيش حرق، وعليه cold intolerance، ما فيش حرق يبقى ما تتحملش البرد، ما عندكش دفايه تبرد. cold intolerance ما بتحرقش يبقى وزنك يزيد، ما هو ما فيش حرق يبقى weight gain. constipation يعني هتكتب حاجتين ثلاثه،
بس اهم حاجه اللي هنحاسبك عليها ان في هذا المرض لما البيتيوتري تتدمر بالكامل يبقى عندك هايبوثايروديزم. طب نيجي الهايبوكورتيزيزم، كورتيزون اللي هو غده قلنا صباحيه مهمه في انتي ستريس، فبدون كورتيزول او بنقص الكورتيزول هيبقى عندي فتيج تعب. الثينيا يعني ضعف، قلنا الثينين اله القوه، الثينيا يبقى ضعف، والكورتيزول بيعلي الجلوكوز عكس الانسولين يبقى عندي هايبوجلايسيميا نقص في الجلوكوز. طب هايبوجوناديزم هيبقى عندي واحد الجوناديزم مش شغاله يبقى عنده انفيرتيليتي عدم خصوبه، لوس اوف ليبيدو فقدان الرغبه الجنسيه. وبعدين تخيل واحد فقد السكس هرمونز فجاه يبقى كان يحصل له منيبوز، هوت فلاشز اللي بتحصل في المنيبوز في الستات، وطبعا هنا ممكن يحصل بنفس كان في الرجاله، وامينوريا هيتوقف المنستريشن في الفيميل. احنا مش عاوزين التفصيلات، لكن عاوزك لما يجي لك وانت فاهم بان هايبوبيتيوتريزم يعني مرض نقص البيتيوتري شمل كل البيتيوتري، بان يعني اكستندد، يبقى ضاعت بالتبعيه الثلاث غدد اللي تحتها الثايرويد والكورتكس والجوناد، هايبوثايروديزم هايبوكورتيسيزم هايبوجوناديزم، يبقى دول ثلاثه. في ثلاثه تانيين بقى حطيناهم على الجنب، بحب النظام قوي، يبقى ثلاثه وثلاثه. اما تتدمر البيتيوتري يبقى ما عنديش جروث هرمون. جروث هرمون لما ينقص واحد كبير مش هقول يقصر لانه هي مش سوسته، هو اوريدي كبر. الجروث هرمون ده قلنا يا اولاد ده اللي بيمنع الايجنج، لان بيعمل بروتين انابوليزم. يبقى العيان ده هيحصل له ايه بسبب نقص الجروث هرمون؟ هيحصل له شيخوخه مبكره سريعه، سينيليتي يعني شيخوخه. رابيدلي ديفلوبينج يعني بسرعه، بريماتيور قبل ميعادها سينيليتي. rapidly developing يعني هتحصل بسرعه، premature قبل ميعادها سنينتي. واحد يبقى في سن 30 ويبدو في السبعينات. وبعدين يوصف لك شويه اوصاف، اوصف واحد عجوز، ايه العجوز؟ انا اقول لك في ايه العجوز. loss of teeth سنان واقعه، gray hair شعره شاب، wrinkled skin السكين بتاعه متني متعرك خلاص، وبعدين emaciated muscles wasted muscles المسلز ضعيف. ده اللي بيحصل. الاهم مش دي، مش السينيتي. حضرتك دلوقتي شلت كل الغدد اللي هي قلنا ضد الانسولين، لان الانسولين قلنا ده زي الفريك لوحده، بس الانسولين لم يتاثر، البنكرياس زي الفل، ما كانش البنكرياس ضمن الغدد اللي اثرت، البنكرياس شغال زي الفل، انما بقيه الغدد تاثرت، يبقى الحساسيه للانسولين هتزيد السنسيتيفيتي للانسولين. دي مهمة جدا في الام اس كيو، عارف ليه دي اهم واحدة اكلينيكيا؟ افهمك. لو عيان عنده سكر وبياخد جرعة معينة من الانسولين وبعدين جاله بان هايبوبيتيوتريزم، عارف ايه اهم حاجة تعملها؟ ان العيان اصبح اكثر حساسية للانسولين، يبقى ان ما خفضتش جرعة الانسولين العيان هيحصل له اسمع فيتال هايبوجلايسيميا، لان انت شلت كل الانتي انسولينيك هرمونز وفاضل الانسولين. طب هبقى اكثر حساسيه للانسولين، يبقى لو ما خفضتش الجرعه بتاعته العيان يموت. ونفس المنطق اقولها تاني هنا، بنقول اكلينيكيا لما عيان يدخل يبقى عنده بيتيوتري تيومر وهنشل له التيومر بالبيتيوتري، يبقى احنا اللي عملنا له بان هايبوبيتيوتريزم، بس عشان امران خيرهما مر، يا يموت بالورم اللي في المخ يا شيل البيتيوتري. فلو العيان اللي دخل العمليات ده كان عنده سكر ومحدد له جرعه معينه من الانسولين، لازم في اثناء العمليه اقلل الجرعه، لان العيان فجاه هيبقى عنده انكريس سنسيفيتي تو انسولين، انك انت شلت البيتيوتري وبالتالي كل الغده اللي هي انتي انسولين، والا العيان عمره ما هيفوق، هيدخل في هايبوجلايسيميا وما يخرجش من العمليه. تاني حاجه الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون اللي بيشغل الكورتكس ليه وظيفه تانيه مهمه جدا في الانسان. في الراتس في هرمون في الفيران بيعمل بيجمنتيشن، حتى اسمه ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون. احنا ما عندناش الهرمون ده لان ما عندناش انترميديات لوب في البيتيوتري. طب مين بيعمل عندنا بيجمنتيشن في الجلد؟ الاي سي تي اتش، واحد من اهم المعلومات. الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون عنده بيتا ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون لايك اكشن. الاي سي تي اتش كانه بيتا ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون. طب دلوقتي لما مفيش اي سي تي اتش يبقى العيان هيحصل له بالور.
شحوب ده انا بقى ما انا بخاف تنساه. الشحوب ده هو اكثر شيء هيسترعي انتباهك لهذا المريض. عارف لو شفت شخص توفاه الله شحوب الموت مختلف عن شحوب الانيميا. العيان ده هيبقى عنده شحوب كما الميت، بسميه الميت الحي. عشان كده يقولوا ايه في التكس بوكس ان بالور اذا هول مارك ان بان هايبوبيتوتريزم، علامه مميزه في البان هايبوبيتوتريزم، يعني حاجه تزهق. ايه العيان ده؟ ايه الشحوب ده؟ فما تنساهاش. طب نيجي نمره ثلاثه في الثلاثه التانيين اللي هي الاوائل بادي ويت. الغباء طالب بيقول لك مفيش جروث هرمون يبقى البادي ويت هيقل. لا، افهم صح. احنا قلنا الانسولين هو الوحيد اللي بيعمل لايبوجينيسيس، بقيه الهرمونات بتعمل ايه؟ لايبوليس. حضرتك شلت كل الهرمونات اللي بتكسر الفات اللي بتعمل لايبوليسيس وسايب الانسولين، البنكرياس ما يتاثر. فالعيان عنده لايبوجينيسيس وما عندوش لايبوليسيس، فالبادي ويت في المرض ده بيزيد للاوائل. فهمت ليه؟ لانك شلت كل حاجه ما عدا الانسولين. الانسولين هو الوحيد اللي بيعمل لايبوجينيسيس، بيكون فات. انت شلت كل اللايبوليتيك هرمونز يبقى نو لايبوليس، يبقى البادي ويت هيقل للاوائل. ممكن البادي ويت يزيد، اسف، ممكن البادي ويت يقل في حاله واحده بس، لو كان الليجن في الهايبوثالامس اهو قديم شاور عليه بالليزر وخد ضمن ما اخذ، ما خدش المينيا الايمننس بس اللي بتطلع الريليسنج هرمونز، خد معاها افتح ودنك الفيدنج سنتر، لان الفيدنج سنتر في الهايبوثالامس. يبقى العيان ده مش هياكل، يبقى هيخس جدا، يبقى البادي ويت هيقل. ويسموه في هذه الحاله سامونز ديزيز. سامونز ديزيز، سامونز ده اسم حلواني مشهور في مصرنا العزيزه، سامونز ديزيز. يبقى امتى تسمي البان هايبوبيتوتريزم؟ سؤالين من اصعب الاسئله للناس اللي هي بوست جراديويت. امتى تسميه شيهان سندروم؟ لو كان سببه سيفير بوست بارتم هيموج سميه شيهانز. طب وامتى تسميه سامونز ديزيز؟ لو كان العيان البادي ويت بتاعه قل كنتيجه لان الليجن في الهايبوثالامس اللي خد الميديال ايمننس اللي بتطلع الريليسنج هرمونز اللي بتشغل دول، الليجن اكستندد امتد وخد الفيدنج سنتر، فالعيان ما بياكلش فيخس. المفروض العيان يبقى تخين. دي الاجابه النموذجيه يا اولاد للبان هايبوبيتوتريزم. واديك شفت ازاي نص جرام في الجسم غده وزنها نص جرام 18 من 1000 بالوقية لما تضيع بيحصل لك ايه؟ الكوزس يا اما بيتيوتري اور هايبوثالاميك ليجن، لان البيتيوتري تامر بالهايبوثالامس. الهايبوثالامس دي موجوده في الفور برين عشان تبقى عارف، في الفور برين هي اللي بتؤمر البيتيوتري. فدي او دي باظت، لو باظ الهايبوثالامس الرايس كبير يبقى باظ البيتيوتري. او شيهان سندروم اللي هي بوست سيفير بوست بارتال هيموريتش، ده الكوزس اللي طالب عاوز ياخد فول مارك. نيجي المانيفستيشنز. المانيفستيشنز يا اولاد بقولها بطريقه جميله خالص، ثلاثه وثلاثه، ثلاثه لاي طالب فاهم يكتبهم. في ثلاث غدد تحت امره البيتيوتري هيقعوا، هايبو ثايروديزم، هايبو كورتيسيزم، هايبو جونيديزم، بعدين ثلاثه ثانيين. نقص الجروث هرمون يا اولاد هيعمل ايه؟ هيعمل حاجتين بحرف الاس، سينيتي، شيخوخه مبكره وسريعه، رابيد ديفلوبينج وبريماتيور، وهيعمل السنسيتيفيتي للانسولين، هتزيد. دي الاهم، اوعى تنسى نقص الجروث هرمون في واحد كبير يعمل سينيلتي وانكريس سنسيتيفيتي تو انسولين، عشان ما تنساش. نمره خمسه الفقدان الاس تي اتش هيعمل بالور، علامه مميزه. نمره سته الاوائل بادي ويت، الاجابه بتاعت الاوائل تو بوسيبيليتيز. الطبيعي ان انا شلت كل اللايبوليتيك انزيمز والسايب الانسولين اللي هو بيعمل لايبوجينس، يبقى البادي ويت يزيد لان مفيش لايبوليس. انما لو كان السبب في الهايبوثالاموس وخد الفيدنج سنتر عم ما بياكلش يبقى هيخس، وفي الحاله دي نسميه سامونز ديزيز. بقيت الصفحه كنت حاطط فيها حاجه لطيفه بذكرك ان الانسولين على الكربوهيدرات والفات زي الفريك، ملوش شريك، اللي يعمله الانسولين ما يعملوش غيره عشان مرتبط بالصفحه دي. ففاكر الانسولين على الكربوهيدرات بيوطي الجلوكوز، لو خدت حقوق انسولين بيوطي الجلوكوز، هايبوجلايسيميا. ولسه قايل هو الوحيد اللي على الفات بيعمل لايبوجينيسيس، يبني فات، وبالتالي الفات مش هيتحرق فمش هيتكون كيتون بوديز،
يبقى انتي كيتوجينيك. اما الاذر ريليتد هرمونز اللي متعلقين بالكربوهيدرات والفات بيعملوا العكس تماما. الانسولين هايبو جلايسيميا يبقى اذر هرمونز يعملوا هايبر جلايسيميا. الانسولين لايبوجينيسيس وانتي كيتوجينيك الباقيين بيعملوا لايبوليسيس وكيتوجينيك. تصور التجميعه الرائعه اللي حاططها لك العبد الله دي بتلخص نص الاكشن بتاعت الاندوكراين جلاندز، الاكشن بتاع كل الاندوكراين جلاندز على الكربوهيدرات والفات. وبقولها في جمله سهله يا اولاد، الانسولين على الكربوهيدرات والفات زي الفريك، ما يحبش الشريك. اللي يعملوا الانسولين على الكربوهيدرات يوطي جلوكوز، الباقيين كلهم يعملوا هايبر جلايسيميا. الانسولين قلت هو الوحيد اللي بيتخن يعمل لايبوجينيس، الباقيين كلهم يعملوا لايبوليسيس. حتى قلت لك ان في راجل هنا اسمه اتكن كان بيعمل بيخسس الناس في امريكا ياخد 800 دولار عشان يقول لك ما تطلعش انسولين يبقى مش هتتخن. طب ازاي ما تطلعش انسولين؟ يقول لك كل ما بدلك من بروتين وفات بس اوعى تاكل كربوهيدرات. بس طبعا عيب الطريقه دي انك انت يعني بيبقى عندك كيتون بادي فورميشن، وهناخد بقى تاثيرها مش لطيف. فعشان كده الراجل قفل العياده بتاعته. طيب ده اللوحه الثانيه، لوحات مش طويله قوي زي المواضيع السابقه. تاني بقى البوستيريور بيتيوتري النهارده اللي هي موضوعنا الاساسي. بوستيريور بيتيوتري يا اولاد اهي، ده البوستيريور بيتيوتري. قلنا هي الغده الوحيده، فاكر الجمله، التي تخزن ولا تصنع الهرمونز بتاعتها. الهرمونز بتاعتها بيتعملوا لها في الهايبوثالامس اللي هي جزء من النيرفس سيستم. عشان كده بيسموها البوستيريور بيتيوتري نيورو هايبوثيسيس، الهايبوثيسيس اللي متصله بالهايبوثالامس بالنيرفس سيستم اللي بيعمل لها الهرمونات بتاعتها. فعشان كده يسموها نيورو هايبوثيسيس. وعشان كده على فكره نقطه لطيفه، ان التو هرمونز بتوع البوستيريور بيتيوتري افتح ودانك بيسموهم نيورو هرمونز، لان هم هرمونز بيتعملوا في النيرفس سيستم في الهايبوثالامس اللي هم الانتي دايريتيك هرمون، وبنطلق عليه اللي هو ضد اضرار البول، انتي ديوريتيك ضد اضرار البول، او فازوبريسين ده اسم الثاني انه بيعمل فازوكونستريكشن. ده واحد. طب ثاني هرمون في البوستيريور بيتيوتري اللي هو الاكسيتوسين، وقلت اي ان يعني بروتين، واكسيتوسيك اكشن يعني مسرع الولاده، البروتين اللي بيسرع الولاده. يبقى البوستيريور بيتيوتري اتعلمنا عنها يا اولاد اول معلومه انها تخزن ولا تصنع. بيتصنعوا فين التو هرمون بتاعتها؟ في الهايبوثالامس سبيشال نيوكلياي. عشان كده سميناها نيورو هايبوثيسيس، وسمينا الهرمونز بتاعتهم بتاع البوستيريور بيتيوتري الاثنين لانهم بيتعملوا في النيرفس سيستم في الهايبوثالامس نيورو هرمونز. طب مين هم دول؟ الانتي دايريتيك هرمون او فازوبريسين والاكسيتوسين. انا بحب النظام قوي ده، بدل ما ادرس كل واحد لوحده بحب التجمعات جدا. في ستة نقاط مشتركة بين الـ ADH والـ Oxytocin، وأنا قلت لك إن تملي الهرمونات اللي بتطلع من غدة واحدة بتبقى متشابهة، هنشوف التشابه هنا. هما الاتنين بيتعملوا في الميجا نيورونز، يعني نيورونز الكبيرة اللي متجمعين في سبيشال نيوكلياي في الهايبوثالامس. نيوكلاس منهم فوق الأوبتيك كازما، اهو اوبتيك كازما بتاع الفيجن، فيسموها سوبرا اوبتيك. ذا ارنال نيوكليس بارلل للثيرد فينتكل، الفراغ اللي الفينتكل عشان ما يبقاش تقيل، البرين عشان ما يبقاش تقيل ربنا عامل فيه اربع فراغات. فالنيوكليس دي جنب الفراغ الثالث الثيرد فينتكل اللي في البرين، فيسموها بارافنتريكولار نيوكليس. اسمع الجمل دي الاوائل، التو هرمونز الاي دي اتش والاكسيتوسين بيتعملوا في تو نيوكلياي، يعني اي نيوكلياس تقدر تعمل التو هرمونز تقدر تعمل، لكن الاي دي اتش بيتعمل مينلي، اهو ده السؤال بقى في الام اس كيو، مينلي نوت اونلي للاوائل في السوبرا اوبتيك نيوكلياس اللي فوق الاوبتيك كازم، بينما الاكسيتوسين بيتعمل مينلي نوت اونلي في البارافنتريكولار نيوكلياس. ادي اول نقطه ان هما الاثنين بيتعملوا بميجا نيورونز موجوده في سبيشال نيوكلياي في الهايبوثالامس. ثاني نقطه، طب ما هم تركيبهم هنعرف بعد شويه بيبتايد، يبقى يتعملوا كبري برو هرمون، فاكر نفس القاعده هي بري برو ثم برو هرمون ثم هرمون.
المراقبه لما بيتعملوا بينزلوا السكريتوري جرانيولز مع الاكسونز يعني بتاعت النيورونز ويختزنوا في التيرمينالز اللي موجوده في البوستيريور بيتوتري. يبقى اتعملوا في الهايبوثالامس في النيورون في السيل بادي بتاع النيورون ونزلوا مع الاكزوبلازميك فلو مع الميه بتاعت الاكسون السكريتوري جرانيولز واختزنا في التيرمينالز بتاعت الايه النيورونز. طيب مجموعه فايبرز نازله في السنترال نيرفس سيستم اتعلمنا انهم يسموهم تراكت لما كنت قلت لكم يا اولاد ان مجموعه فايبرز جوه بره السنترال نيرفس سيستم بره نسميها نيرف ريديال نيرف النر نيرف النر بيبقى وميديال والريديال لاتر انما مجموعه فايبرز نيرف فايبرز جوه البرين نسميها تراكت فهم بينزلوا عن طريق تراكت بيوصل الهايبوثالاموس بالبيتيوتري الهايبوثالاموس بالبيتيوتري يبقى يسموه ايه هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت ادي النقطه الثانيه يا اولاد يبقى بتعملوا في ميجا نيورونز في سبيشال نيوكلياي في الهايبوثالاموس كل واحد منهم بيتعمل في التو نيوكلياي بس الاي دي اتش مينلي في سوبر اوبتيك ده اهم سؤال في الام اس كيو والاوكسيتوسين مينلي في البارامنتيكو تاني نقطه سؤال الام اس كيو بينزلوا السكريتوري جرانيولز في الهايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت طب تالت نقطه ستورد في البوستيريور يعني اتعملوا في الهايبوثالاموس فورمد ان هايبوثالاموس مش في البيتيوتري مش عاوز لخبطه وستورد في البوستيريور اقول لك هنا معلومه جميله قوي يا اولاد الغدد اللي بحرف البي بيتيوتري اللي من ضمنهم بيتيوتري والبنكرياس والباراثايرويد معلومه مهمه قوي في الام اس كيو بيطلعوا بروتين او بولي بيبتايدز بحرف البي الغدد بحرف بي بيطلعوا بروتين وبولي بيبتايدز بحرف بي ومعاهم فاكر كم مين كان معاهم الكاتيكولامينز المجموعه دي يا اولاد بتبقى لايبوفوبيك هيدروفيليك بتدوب في الميه فما ينفعش الغده تروح راميه الهرمون كله في الدم في الميه والا هينزل هيفقد في اليورين لانه بروتينات صغيره جدا جدا هتفلتر في الكليه وتنزل فعشان كده الهرمونات دي هي بس اللي بتبقى ستورد في الغدد يبقى انهي هرمونات بتبقى ستورد دي معلومه مهمه جدا في الام اس كيو البروتين والبولي بيبتايدز هرمون اللي هم طالعين من الغدد بحرف البي ومعاهم الكاتيكولامينز لانهم هيدروفيليك بيدوبوا في الميه فما ينفعش يطلعوا كلهم في الدم والا هيفقدوا في اليورين فبيختزنوا في الغدد امال ايه الفرق بين البسيوبيتري وبقيه الغدد بقيه الغدد كانت بتصنع وتخزن انما البسيوبيتري تخزن بس الهرمونات دي اما الاستيرويدز ومعاهم الثايرويد هرمونز دول هيدروفوبيك ما بيدوبوش في الميه ده بنشيلهم على بلازما بروتين اللي هم ما بيفقدوش في اليورين البلازما بروتين قلب من الجلوبولينز مين اللي على الجلوبولينز وقلنا الفيميل سكس هرمونز على القلب مش بيفقدوا في اليورين يبقى ما فيش داعي لتخزينهم في الغدد المعنيه اللي هي اللي بتطلع الاسترويدز وتطلع الثيروكس واحد من اهم المعلومات وبفهم رهيب في اسئله الام اس كيو يبقى مين الغدد التي تخزن المجموعة اللي هي فكر ليه بتخزن لان الهرمونات بتاعتها بيدوبوا في المية لو اطلقتهم في المية بتاعت الدم في البلازما هينزلوا في اليورين واحد يقول لي ما هم بروتين او بوليبتايد بس صغيرين جدا وليه كارويد صغير قوي 190 امينو اسيد في الجروث هرمون 194 في البوليبتايد الكبار اللي فيهم بسهوله شديده ينزلوا في اليورين فلازم الغدد تعمل لهم ستورج يبقى البروتين والبوليبتايد معاهم كاتيكولامينز ستورج في الغدد بتاعتهم انما الاستيرويد هرمونز ويل ثيرون هرمونز دول مش ستورد في الغدد الغدد تطلقهم على طول لان هما هيدروفوبيك مش في الميه هيتشالوا على بلازما بروتينز والبلازما بروتين هي هتتولى انها تمنع فقدانهم في اليورين هاتي بفهم يا اولاد مين يبقى ستورد ومش ستورد ايه الفرق بين البوستيريور بيتيوتري وبقيه الغدد اللي هي بتستور ان البوستيريور بيتيوتري تستور بس بقيه الغدد تصنع وتخزن البوستيريور بيتيوتري تستور بس معلومة رقم أربعة إن هما في الأصل زي ما أنت شايف كيميكال ترانسميترز بيتعملوا في نيورونز وبيختزنوا في التيرمينال بتاعت النيورونز حتى سموهم نيورو هرمونز سميهم نيورو هرمونز يبقى يطلعوا بأكشن بوتنشال
يدخل كالسيوم واي كاي بروتين يطلعوا بالاكسيتوز. ثلاث كلمات يطلعوا باكشن بوتنشال اهو باللون الاحمر، يدخل كالسيوم، يفرقع الفيسكل، يطلعوا بالاكسيتوز. المعلومه الرابعه، المعلومه الخامسه الكيميكال نيتشر بتاعتهم. قلت انهم متشابهين في الاستراكشر فانكشن. هما الاثنين نونا بيبتايد. يعني ايه نونا بيبتايد؟ يعني 9 امينو اسيدز. نونا يعني 9. لما قلت لكم كتبت انا مقاله على التقويم الميلادي ان نونا يعني 9. شهر نوفمبر كان مفروض هو الشهر التاسع. نونا يعني الشهر التاسع. لما جه يوليوس قيصر واغسطينيوس اضافوا شهرين على التقويم الميلادي كده بالعافيه، كل واحد عاوز يخلد نفسه حط لكل واحد شهر، حتى تلاحظ دول الشهرين بس ال 31 يوم، لان ما حدش يقبل ان يكون اقل من الثاني. يعني شهرين متعاقبين 31 يوم في كل التقويم. كاتب انا مقاله عليها نشرتها وحطيتها على الفيسبوك. فنونا يعني 9 عشان فقد المعلومات العامه. نونا بيبتايد 9 امينو اسيدز. طب كونهم نونا بيبتايد وقلنا هيدرو فيليك لايبوفوبيك، ما بيدوبوش في الليبيد، يبقى يمسكوا على الريسبتور في السيل ميمبرين، مش هيقدروا عنده جوه السيل، يبقى لازم الاكشن بتاعهم يبقى نان جينوميك. نان جينوميك، واحنا قلنا النان جينوميك بيشتغلوا بواسطه كيميكال ترانسميتر. اشهر كيميكال ترانسميتر قلنا ما تفكرش في الاربعه، يا سايكليك ام بي، اسف مش كيميكال ترانسميتر، بيشتغلوا عن طريق سكند ميسنجر. سكند ميسنجر اشهر تو سكند ميسنجرز، سايكليك ام بي ثم سايكليك ام بي ثم سايكليك ام بي، ده معظم المرات تشتغل بيه لو الموضوع احتاج كالسيوم، يعني زي الاكزوسيتوزس او الكونتراكشن، هنشتغل بالداي اسايل جليسترول انستول ترايفوسفيت، عشان بالتكرار هتفهم القصه. يبقى البوستيريور بيتيوتري هرمونز في ست نقاط مشتركة بينهم، هما الاثنين بيتعملوا بميجا نيرونز في سبيشال نيوكلياي في الهيبوثالامس. نمرة واحد، الـ ADH اساسا في السوبر اوبتيك، الاوكسيتوسين في الباراونتيكو. ده اهم سؤال، بينزلوا عن طريق هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت. تاني نقطه، كبقيه البروتين والكاتيكولامينز هرمونز بيبقوا ستورد في الغده، بس الفرق انهم ستورد بس في البوستيريوتري، لكن كتعملوا في الهايبوثالامس عشان كده سموه نيورو هرمونز. الباقيين بيتعملوا وستورد في الغده. المعلومه الرابعه، طب هما في الاصل نيورو هرمون طالعين من النيرف سيستم، يبقى سيكريتد باكشن بوتنشال بالاكسيتوزيس بالكالسيوم. هنا بقى عاوز اضيف حاجه، هما معمولين كبري برو هرمون، فالغده بتطلق الهرمون ومعاه بروتين تاني، يعني تطلق النيورو هرمون اللي هو الاي دي اتش او الاكسيتوسين ومعاه نيوروفيزين. النيوروفيزين بتاع الاي دي اتش اسمه نيوروفيزين 2، النيوروفيزين بتاع الاكسيتوسين اسمه نيوروفيزين 1، عشان ده سؤال ام اس كيو. فهم اتعملوا كبري برو هرمون، فبيطلق الهرمون ومعاه البروتين اللي كان ماسك في السكيتوجرانيول معاه اسمه نيوروفيزين نسبه للنيورو هايبوثيسيس، فسموا البروتين اللي بيطلق من النيورو هايبوثيسيس البوستيريور بيتيوتري نيوروفيزين 2 بتاع الاي دي اتش و1 بتاع الاكسيتوسين. انا بقى احفظها للطلبه بطريقه لطيفه قوي، بقول لهم الاي دي اتش ده بتاع الميه يا اولاد. وانا فاكر فيلم كده بتاع اسماعيل ياسين وعبد الفتاح القصري كان اسمه نورماندي 2، فاكرين نورماندي 2؟ فلقيت ان كل حاجه متعلقه بالميه فيها رقم 2، فالانتي دايريتيك هرمون ضد اضرار الميه نوع النيوروفيزين اللي بيتشال عليه نيوروفيزين 2، الاكسيتوسين على نيوروفيزين 1. ساعات طالب بيقول لي بننسى المعلومه بس بنفتكرها من الحكايه. طيب وبعدين النقطة الخامسة الكيميكال نيتشر بتاعهم، قلنا الغدد اللي بحرف البي بيتيوتري بانكرياس باراثيرويد، بنعيدها 100 مرة لحد من السمع بس هتحفظ نص الكورس. يبقى تركيبهم بيبتايد، هم على وجه التحديد نونا بيبتايد 9 امينو اسيدز. أقول لك حاجة، الفرق بين الاي دي اتش والاكسيتوسين 2 امينو اسيد بس في البوزيشن 3 و8، بس دي مش مهمة، دي للناس البوست جراديويت. يعني عشان كده هم سيميلر ان ستراكشر وبالتالي سيميلر ان فانكشن. هم الاثنين 9 امينو اسيد، 7 منهم مشتركين ومختلفين في اثنين اللي موجود في بوزيشن 3 و8. طب كونهم نورا بيبتايد يبقى المود اوف اكشن تعرف، يبقى هيشتغلوا نون جينوميك، لان هم ادام بيبتايد يبقى هيدروفيليك لايبوفوبيك، مش هيدوبوا في الليبيد، مش هيدخلوا جوه الخليه، يبقى يقفوا
ينوك على الدور ما يوصلوش للجين يبقى نون جينوميك. والنون جينوميك قلنا غالبا بتبقى في أربعة سكند ميسنجرز المهمين سايكليك ام بي ثم سايكليك ام بي ثم سايكليك ام بي. الا اذا الموضوع احتاج كالسيوم هنروح لتاني واحد اللي هو الداي اسايل فيسرول والانستول ترايفوسفيت، وده مش هيحصل غير في حالتين لو كان الهرمون بيعمل كونتراكشن او اكزوسايتوز. طيب طاقل بقى هاخد الاوكسيتوس الاول بسرعه وبعدين انهي بال اي دي اتش. ابتدي بال اوكسيتوسين يا ولاد. اوكسيتوسين بحب الترمينولوجي قوي، له ست نقاط قلناهم مش هنعدهم تاني خلاص برجعهم. الاوكسيتوسين من كلمه اي ان يعني حاجه ريليتد للبروتين، هو مونا بيبتايد. واوكسيتوسيك اكشن يعني اكسلريتنج ليبر، الهرمون البروتين او هو البيبتايد المسرع للولاده. وطبعا ليه بنقول بيبتايد مونا بيبتايد؟ لانه تحت 50، ما هو تحت 50 قلنا نسميهم امينو اسيد، هم تسعه بس سموهم بيبتايد. يعني عاوزك تبقى فاهم مش حافظ. ما هوش بولي بيبتايد، فوق 50 نسميه بولي بيبتايد. لو كانوا سنجل تشين لينير يبقى بولي بيبتايد فوق 50، فوق 50 واكثر من تشين او فولدد تبقى بروتين. قواعد يعني حفظت لك صم فهمت. تدي اكشن وكنترول. الاكشن يا ولاد، الاكشن بتاع الاوكسيتوسين قلت في اي اكشن تقول الاول المود اوف اكشن. طب لو انت عرفت الكيميكال نيتشر بتاع الاوكسيتوسين هتعرف المود اوف اكشن. هو نونا بيبتايد يعني لايبوفوبيك، ما بيدوبش في الليبيد، يبقى مش هيدخل جوه الخليه يمسك في الريسبتور على السيل ميمبرين ويخبط، يبقى نون جينوميك اكشن. يبقى المود اوف اكشن لازم تبتدي بيه في اي هرمون قبل ما تقول الاكشن تقول المود اوف اكشن للاوائل. نون جينوميك، اوعى تنسى هو نونا بيبتايد نون جينوميك. عنده ثلاثة اكشنز. واحد يقول لي هو اسمه بيسرع الولاده، يبقى مخي يقول لي ان اهم وظيفه ان هو مهم للليبر للبارتوريشن الولاده. اقول له لا، تصور مش اهم وظيفه للولاده برغم ان اسمه مسرع الولاده. ليه؟ لان في هرمونات كتيره بتعمل الولاده، لكن اهم اكشن ليه انه مهم للرضاعه، ميلك ايجكشن او الاصح ميلك ليت داون. ليه بقى؟ ليه لو بدأت بغير دي؟ ما انا بقول ترتيب المعلومات ايكوال امبورتنت زي المعلومات نفسها. يدل الطالب فاهم، اهم اكشن اللي بيعمله الاوكسيتوسين ومتفرب بيه ما حدش غيره يعمله انه بيساعد الرضاعه، ميلك ليت داون، ميلك ايجكشن. بص معايا، في مايو ايبيثيليال سيلز بتحوط الالفيولاي اللي مليانه ميلك في البريست، فبيجي الاوكسيتوسين يعمل كونتراكشن 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 في الماي ابثيليال سيلز فيعصر الالفيولاي، فالميلك ينزل لتحت يقرب من الحلمه من نيبل، فيبقى سهل البيبي يرضعه لان الساكلينج باور بتاعت البيبي ضعيفه، ما يقدرش يشد الميلك بالساكلينج باور بتاعت رضيع بيبي من فوق. فعشان كده التعبير الرائع مش يقول لك ميلك ايجكشن، هو داز نوت ايجكت الميلك، هو بيعصر الالفيولاي بيكونتراكت المايو ابثيليال سيلز فالميلك ينزل قريب من نيبل فيبقى ايزلي ساكت. عشان كده التعبير الصح ميلك ليت داون او مجازا ميلك ايجكشن، ده ما بيعملش ايجكشن ولا هيبقى زي مسرحيه سمير غانم انا هايس واخويا لايس اللي هو لبس ست وفجاه لقينا كده انطلق لابس بريست وانطلق منها يعني نافورتين ميلك، مش معقوله يعني. طيب ده اهم اكشن. تاني اكشن ان هو بقى اللي خد منه اسمه اوكسيتوسيك اكشن، يعني بيساعد الليبر. ازاي؟ بيكونتراكت اليوترس، فلما يكونتراكت اليوترس هو البيبي بيبقى مشقلب اهو، راسه اهو وادي رجليه فوق، يدفع البيبي من خلال حاجه اسمها بيرث كانال اللي هي العنق الرحم والفاجينا. يبقى ازاي هيعمل ليبر؟ بيكونتراكت اليوترس. يساعد تالت وظيفه المهم في السكشوال انتركورس، ودي من الحاجات الرائعه اللي تدل على انه وراء الخلق خالق، انها مش قوه عشوائيه. دلوقتي ادي السبيرم وادي البويضه، لازم البويضه بيتم اخصابها في الامبوله بتاعه الفالوبيان تيوب، هشوف مين يفتكرها لما نيجي للبرودكشن. يعني الاخصاب بيتم فين في الانثى؟
في الفالوبيان تيوب. فين بالضبط أمبولة عن انتفاخ في الفالوبيان تيوب؟ حتى عشان خاطر أحفظها لكم طريقة طريفة فيها مزاح، بقول فعل فاضح في ميدان عام، يعني أوسع حتة في الفالوبيان تيوب اللي هي الأمبولة هي اللي بيحصل فيها الإخصاب. وخد بالك بقى، شوف مين هيفتكر المعلومات دي لما نيجي للبولاش. البويضة عزيزة النفس جدا، هتستنى السبيرم 12 ساعة بس، يعني لازم السبيرم يدخل الفاجينا ويطلع اليوترس ويروح للأمبولة في الفالوبيان تيوب ده في أقل من 12 ساعة عشان يحصل إخصاب، وإلا بس خلص مفيش إخصاب. بويضة كل شهر وعندك فرصة لإخصابها 12 ساعة بس. هنا بقى الأكسيتوسين، حاول في أثناء السكشوال انتركورس الجماع الجنسي بيعمل عملين رهاب، يعني تكامل ما بين تو بارتنرز، هرمون بيعمل أعمال متكاملة بين شخصين. في التستكل بيكونتراكت الإبيديديمس والتستكل عشان تسكويز السيمن في الفاجينا. بس احنا هنا في الفاجينا، بس احنا عاوزين نروح في الريبن تيوب. ولسه قايلين ان الاكسيتوسين بيكونتراكت اليوترس، يكونتراكت اليوترس فيكريت نيجاتيف بريشر، يصك السبيرم ناحيه في الريبن تيوب. شوف الروعه، يعني اكسيتوسين في راجل واكسيتوسين في ست، اثنين تو بارتنر مختلفين لكن العمل متكامل، يبقى معناها في قوه من فوق عاقله مسيطره بتكمل عمل. يقبض التستكل والابيديديمس فالسبيرم يطلق في الفاجينا، ويقبض الرحم في فترة الأورجازم الشبق بحيث يكريت نيجاتيف بريشر، يروح شافط السبيرم يقربه جدا للفالوبيان تيوب حيث يحدث الإخصاب. يبقى تعالى بقى نقول، نرجع تاني المود أوف أكشن بذكاء. احنا قلنا ان هو نونو بيبتايد، نونو بيبتايد يبقى نون جينوميك، واحنا قلنا في النون جينوميك في تو كيميكال ترانسميترز في الاساس، سايكل ام بي ومسايكل ام بي ومسايكل ام بي. لو كانت العمليه محتاجه كالسيوم هنضطر نروح للسكند، اسف ميسنجر مش كيميكال ترانسميتر، بقولها غلط كذا مره معلش دي صلحتها اسف، سكند ميسنجر اللي هو الداي اسايل جليسرول والانستول تراي فوسفيت. انا كتبتها بطريقه لا تنسى الاوكسيتوسين يا اولاد، ان انا لخصت ثلاث اعمال بتاعت اوكسيتوسين في كلمة واحدة contraction. هو ازاي بيعمل milk let down contraction of my epithelial cells؟ طب ازاي بيساعد الليبر contraction of uterus؟ طب ازاي بيساعد sexual intercourse contraction of testicle and epididymis contraction of uterus؟ يبقى الأوكسيتوسين ثلاث أعمال لكن هما في حقيقة الأمر عمل واحد contraction، والcontraction عاوز كالسيوم. يبقى اللي فاهم لازم نستخدم السكند ميسنجر اللي هو الداي اسايل جيسترول والانستول ترايفوسفيت، لان هما دول اللي بيتعاملوا مع الكالسيوم. طيب احفظك الاكشن بطريقه جميله. انا بقول ان الاوكسيتوسين، مش هتنسى الكلمه دي، عكس الزمن، يعني المفروض الاول يحصل جماع سيكشوال انتركورس وحمل وبعدين ولاده وبعدين رضاعه، هو بقى ماشي عكس الزمن، مهم للرضاعة ثم الولادة ثم الجماع، عكس الزمن، مفروض جماع وحمل يعقب ولادة يعقب رضاعة، هو في ترتيب الأهمية مهم للرضاعة أولا ثم الولادة ثانيا ثم الجماع ثالثا. توقع تنساها، طريقة جميلة خالص، الأوكسيتوسين عكس الزمن، والتلاتة أكشنز يمكن تلخصهم في كلمة واحدة contraction، هي دي اللي فهمتك ليه هو بيشتغل بالداي اثايل جليسرول انستول ترايفوسفيت. مش عاوز بس حافظه، وقلت لما تسمع الكورس اخر الكورس هتكتشف نص المعلومات فهما. طب نيجي الكنترول يا ولاد، نفس الثلاثه، حاجه تعبير حديث وخدناه في اول محاضره، ان نيرف امبلس بيطلع هرمون فيسموها نيورو اندوكراين ريفلكسز، يعني ريفلكس الافرنت كليم بتاعه نيرف امبلسز وبيرد علينا الافرنت بهرمون، يبقى هنروح بنيرف امبلسز افرنت وهنرجع بهرمون افرنت فيسموها نيورو اندوكراينال ريفلكس. تعال نشوف الرضاعه ساكلينج، ايه الاستيمولس هنا؟ ساكلينج ستيميليشن اوف نيبل لانهي ريسبتور؟ ستيميليشن اوف تاتش ريسبتورز باي ساكلينج. تبعت امبلس تروح للهايبوثالامس
يطلع اوكسيتوسين يكونتراكت الماي ابيثيليال سيلز اللي حوالين الالفيولاي فيعمل ميلك ليت داون او ميلك ايجكشن. يبقى نيورو اندوكراين ريفلكس. ولا تنسى السكلينج النيورو اندوكراين ريفلكس ده ما بيطلعش اوكسيتوسين فقط بتاع البيتيوتري، بيطلع كمان البرولاكتين بتاع الانتيرو بيتيوتري. طب نيجي في الحمل يا اولاد، في اثناء الليبر راس البيبي بتنزل تعمل دايليتيشن في السيرفكس، سيرفيكال دايليتيشن اهو، سيرفكس عنق الرحم يتسع، فالريسبتور اللي في السيرفك تبعت امبلسز نيورو ترجع لنا باوكسيتوسين يقبض الرحم. يبقى نيورو اندوكراين ريفلكس، السيرفيكال دايليتيشن، ريسبتور اللي في السيرفكس هتطلع بامبلسز من الريسبتور، نرجع بالاوكسيتوسين يعمل يوتراين كونتراكشن فالبيبي يتولد. خد بالك بقى، قلت لكم معظم الفيدباك ميكانيزم في الاندوكراين نيجاتيف، الاثنين اللي عليك في الاندوكراين بوزيتيف ادي واحد فيهم، الولاده، انه السيرفايكال دايليتيشن يطلع اوكسيتوسين يعمل يوتراين كونتراكشن فراس البيبي تنزل اكتر فيعمل مور سيرفايكال دايليتيشن، مور اوكسيتوسين مور يوتراين كونتراكشن، الراس تنزل اكتر مور سيرفايكال دايليتيشن، بوزيتيف فيدباك في الولاده. اقول لك حاجه جميله، تعال نجمع شوف مين هيفتكرها في الريبرودكشن مش دلوقتي. تاني اكزامبل لبوزيتيف فيدباك ميكانيزم في الفيميل برضه، اللي هو التبويض، عمليه التبويض. انه ازاي بيحصل تبويض؟ بص لي، الايستروجين في النص الاولاني من المينسترال سايكل يزيد، يسموها الرايزنج ليفل اوف ايستروجين، فيزود اليوتنايزنج. يبقى الرايزنج يزود اليوتنايزنج، الرايزنج ليفل اوف ايستروجين يزود اليوتنايزنج، لما يوصل ليفل اوف اليوتنايزنج ليفل عالي جدا تفرقع الجرافيوم فوليكل وتنطلق منها البويضه، وهو ده التبويض. نيجي بقى الكلام العبط، نلاقي طالب يقول لك ايه البوست فيدباك ميكانيزم الايستروجين مع اليوتنايزنج. انا ما قلتش كده خالص، انا حددت قلت رايزنج ليفل اوف ايستروجين، يعني الايستروجين لما يبقى عالي ما يعملش كده. هنشوف زي حبوب منع الحمل، احنا بناخد كل يوم قرص ايستروجين يمنع ده تمام. هاي ليفل، لا احنا عاوزين رايزنج ليفل، في فرق، ليفل متزايد وليس زائد، راسي وليس افقي. رايزنج ليفل اوف ايستروجين يزود اليوتنايزنج ويعمل ايه للاوائل؟ اليوتنايزنج هرمون سيرج، سيرج دي في لغه البورصه، لما احط 10 جنيه في البورصه تبقى 20، ده يسموه ريكروتمنت تزايد، لكن لما احط 10 في اسبوعين تبقى 100 جنيه ده يسموه سيرج، يعني زياده رهيبه في اليوتنايزنج هرمون، بيزيد 10 مرات مش حاجه تافهه يعني، 10 ل 16 مره حتى. يبقى الرايزنج ليفل ايستروجين زود اليوتنايزنج. يبقى اوعى تنسى التو بوزيتيف فيدباك ميكانيزم في كل الاندوكراين الاثنين، افتح ودنك. في الانثى على وجه التحديد في الريبرودكتيف سيستم في الجهاز التناسلي، عمليه التبويض بوزيتيف فيدباك، والولاده بوزيتيف فيدباك. التبويض الرايزنج ليفل ايستروجين زود اليوتنايزنج، الرايزنج زود اليوتنايزنج يعمل اليوتنايزنج سيرج بوم اوفيليشن تبويض. والولاده الدايليتيشن اوف سيرفكس طلع امبلس، طلع اوكسيتوسين يعمل كونتراكشن في اليوترس مور دايليتيشن، كونتراكشن في اليوترس مور دايليتيشن مور اوكسيتوسين، يبقى الاثنين فيل اوكسيتوسين. ثالث حاجه يا اولاد اللي هو في اثناء السكشوال انتركورس، الجينيتال ستيميليشن مداعبه الاعضاء التناسليه، الاورجازم الشبق، الهاجينج الاحضان، كل ده بيطلع اوكسيتوسين في الراجل وفي الست، يساعد عملية ان يحصل الاورجازم ويحصل اتمام سليم للعملية الجنسية. عشان كده حتى بيسموه بعض الكتب مش عندنا اللاف هرمون للاوكسيتوسين والاي دي اتش، سموه لاف هرمون لسببين الحقيقة، مش بس انه بيطلع بالهاجين بالاحضان والاورجازم بتاع ده لو حاجة جميلة اقولها لكم في عجالة اعتبرها فقط المعلومات العامة، انه بيخلي التو كابلز التو بارتنرز يرتبطوا ببعض، بيخلي الزوجين يرتبطوا ببعض جدا. وعملوا تجربه لطيفه جدا، نوع من الفئران يا اولاد، لما الفار يجامع الفاره مره فيطلع عندهم هما اثنين اوكسيتوسين يرتبطوا ببعض بقيه الحياه، يعني ما يجامعش فاره اخرى مع انه يشوف حيوان تافه. عملوا تجربه جميله، دمروا البوستيريو بيتيوتري في هذا الفار فبقاش يطلع عنده اوكسيتوسين، الفقر ده مشي على حل شعره بقى يجامع اي فقره اخرى. تصور في نوع معين من الفئران
المجامعة لأول مرة طلعت أكسيتوسين في الاثنين خليتهم يرتبطوا ببعض جدا ما يخلبص، تدمر لأيهما البوستيريور بيتوتري ما عندوش أكسيتوسين يخلبص، عشان كده يسموه لاف هرمون. وهديك شايف ليه سبب تاني عندنا في الإنسان، إنه بيزيد بالهاجينج بالأرجاز بالجينيتال ستيميليشن، وزيه على فكرة الـ ADH. احنا قلنا سيميلر استراكشن فانكشن. يبقى اوعى تنسى ده الأكسيتوسين يا أولاد، تلات وظائف وتلاتة كنترول، ولا تنسى ترتيب عكس الزمن، رضاعة ولادة جماع، وتلاتة ملخصينهم في كلمة واحدة contraction contraction contraction. وعشان كده قلنا الـ second messenger هو non-genomic، الـ second messenger هو الـ diacyl gestion isotropic، والكنترول هو هو بس اوعى ما تكتبش نيورو اندوكراين ريفلكس، ان بنروح بنيرف امبلس ونرجع بالاكسيتوسين. هنا الاستيميليشن بيبقى للتاتش ريسبتور في النيبل في اثناء الرضاعه، هنا الاستيميليشن للسيرفايكال ريسبتور في اثناء الولاده بالدايلتيشن، وده اكزامبل اوف بوزيتيف فيدباك، وهنا الجينيتال استيميليشن للريسبتور في الجينيتاليا والارجاز والهاجينج. طيب انتقل للاخير اللي هو الاي دي اتش والاهم انتي دايليتيك هرمون اور فازوبريسين. هنتكلم عليه في ثلاث نقاط مع شكل مثل عشق النظام: action control and disorders. اذا كنت سريع شوية ولا تقدر تعيد الفيديو، بس انا عاوز اقول كميات كبيرة، ده crash course. الاكشنز اتعودنا ان في كل هرمون growth هرمون خدناه كان فيه two actions، واحد باين في اسمه واحد مش باين في اسمه. في البرولاكتين تو اكشنز، واحد باين في اسمه والتاني مش باين في اسمه. في الاي دي اتش التو اكشنز باينين في اسمي البي اتش، ما هو الاي دي اتش اسمه اي دي اتش اور فازوبريسين. يبقى الطالب ذكي، قبل ما نبتدي الاول دانونا بيبتايد لازم تقول المود اوف اكشن، يبقى نون جينوميك، لو ما فيش كونتراكشن او اكسيتوزيس هيشتغل بالسايكليك ام بي وهو الاغلب، وده اللي هنشوفه. لو في كونتراكشن وبرضه هنشوفه هيشتغل بالداي اسايل جيستو انستول ترايفس فيه. قواعد هنا التو اكشنز باينين في اسمين، الممتحن دون ان يدري غششك الاكشن، مكتوب في ورقه الاسئله قول الاكشنز اوف اي دي اتش اور فازوبريسين، بدات كشخص الاول تكتب الكيميكال نيتشر نون بيبتايد وعليه نون جينوميك والتو كيميكال ترانسميترز قلناها. يعني انتي دايوريتيك يا ولاد، يعني ضد اضرار البول، يبقى 100% بيقلل البول، يبقى لازم اشتغل على الكدني، يبقى لازم لي رينال اكشن. طب بيسموه فازوبريسين، يعني بيعمل بيزود البريشر في الفيسل، يبقى لازم يشتغل على الفيسلز، يبقى ده اكسترا رينال اكشن. يبقى ورقة الاسئله مكتوب فيها قول الفانكشن الانتي دايليتيك هرمون بين قوسين فازوبريسين، كانت بتحتوي الاجابه لطالب ذكي حتى لو مش ذاكر ما يسيبهاش فاضيه. انتي دايليتيك يبقى 100% بيشتغل على الكدني له رينال اكشن، وفازوبريسين يبقى بيشتغل على الارتري وولز بيعملها فازوكونستريكشن اكسترا رينال. تعال نبتدي بالرينال. وهنا بقى زي ما بقول برضو المحاضرات الاولانيه بيبقى فيها بحط الاساس واللي هو الفهم، انا ما بشرحش بقراها معاكم، انا بفهم معاكم. معظم الهرمونات يا اولاد بتشتغل فين على النفرون؟ بتشتغل على الديستال كونفوليوتد تيبيول والكولكتين تيبيول اللي هي اخر حته في النفرون، سميها ديستال هاف اوف نفرون، الجزء الاخير في النفرون. طالب يقول لي انت هتحفظها؟ اقول لك لا افهمها. ليه الهرمونات بتشتغل في الجزء الاخير في النفرونز في الكيدني؟ اسمع الجمله دي جميله قوي من عبد الله، لان الهرمونز تعمل final adjustment of urine، ضبط نهائي للبول. عمرك سمعت عن نهائي بيلعبوه في اول الدوري؟ النهائي لازم يتلعب في النهائي، يبقى دام الهرمونات بتعمل ضبط نهائي للبول من حيث حجمه ومن حيث البي اتش ومن حيث الالكترولايت، يبقى لازم تشتغل في اخر حته عشان تعمل الضبط النهائي، تشتغل في اخر حته. ادي بفهم مش بحفظ، تشتغل على الديستال هاف اوف ذا نفرون ما عدا في اكسبشن، اي هرمون له علاقه بالفوسفيت يشتغل على البروكسيمال، حتى البي مع البي، الهرمونات اللي لها علاقه بالفوسفيت بحرف البي تشتغل على البروكسيمال.
طالب قال لي انت هتحفظها لنا بي ولا بي ولا فاهمها لنا؟ لا فاهمها لك. جسمك لا ينتج غير اسيدز، نوعان من الاسيدز، فولاتايل متطايره اللي هو الكربونيك اسيد يطلع عن طريق اللانس، هنتكلم عليها في الكيدني، وفيكسد اسيد زي سلفوريك اسيد فوسفوريك اسيد يطلع عن طريق الكيدني. يبقى كل الفيكسد اسيد جسمك لا ينتج غير اسيد، الفولاتايل عن طريق اللانج والفيكسد عن طريق الكيدني. يبقى تخيل كل الفيكسد اسيد هتدخل هنا في البروكسيمال كونفرتيبول هتحرقها، الا اذا اضفنا عليها فوسفيت بفر. عشان كده كان لازم اي هرمون يشتغل على الفوسفيت يحطه في البروكسيمال. ولقيت ناس كاتبه الكلام خطا في الكتب، ما عرفت تتاخرت، يبقى الناس دي مش متابعه القصه. يبقى كل الهرمونات تشتغل على الديستال هاف اوف ذا نفو، ما عدا اللي متعلق بالفوسفيت يشتغل على البروكسيمال عشان يحط على الفيكسد اسيد الفوسفيت بفر فما تحرقش كده. طيب نيجي الاي دي اتش بقى. الاي دي اتش ده بيظبط الميه ازاي؟ طريقه جميله قوي. قال لك عشان تمتص الميه تبقى ضد الاضرار، شوف مين هيفتكر الكلام ده في الكليه، مطلوب شيئين، واحد يفتح الباب ده الاي دي اتش، والتاني يشد الميه اللي هو القوة الاسموزية اللي حول التيبيولز، ان الفلويد حوالين انابيب الكليه بيتميز بحاجه رائعه ليه، بيبقى في حاله تزايد اسموزي هايبر اسموتيك جريدينت، بيبتدي فوق ناحيه الكورتكس ب 300 زي البلد ملي اسمول، وينتهي تحت في الديب بارت المظله ب 1200، يعني اربع مرات قد البلد، بيبتدي فوق كده زي البلد 300 ملي اسمول وتحت 1200. شوف مين هيفتكر الارقام دي لما نيجي للكدني باذن الله. فانت وانس فتحت الباب الفلويد هو نازل، لقى الضغط الاسموزي بيتزايد 300 400 500 لحد 1200، هتقعد الميه تمتص تمتص تمتص. عارف الاي دي اتش بقى بيعمل ايه يا اولاد؟ بيعمل حاجه واحده بس، بيفتح الباب، ادي اللي بيعمله الاي دي اتش، والهايبر اسموتيك جريدنت بتشد الميه. فيبقى الاي دي اتش ازاي بيشتغل انتي دايوريتك؟ بيشتغل لطالب من الاوائل على الديستال هاف اوف ذا نفرون. يعني ايه؟ يعني الديستال كونفليوتد والكولكتنج، والكلام الاجدد على الكولكتنج بس لو يعني عاوز تقرا، انما خليها ديستال كولكتنج اعتبرها صح، كولكتنج بس صح. بيعمل ايه؟ بيفتح الباب فالهايبر اوزموتيك جريدينت يشد الماي. ازاي بيفتح الباب؟ هنا نوع الريسبتور اللي بيشتغل عليه على النفرون، قلنا اي حاجه متعلقه بالميه نورماندي 2 تبقى نمره 2، قلنا الاي دي اتش بيبقى ريليزد مع نيوروفيزين 2 لو كنت فاكر اهي، بيشتغل على ريسبتور اسمه فازوبريسين 2، بيحط اكوابورين، يعني اكوابورين يعني ثقوب معموله من بروتين يتحرك منها الميه، اكوا يعني ميه، بور يعني ثقب، اي ان على بروتين 2، يبقى تنسى اي حاجه فيها ميه 2، الاي دي اتش مع نيوروفيزين 2 ده فوق، الشغل على الميه عن طريق فازوبريسين 2 باكوابورين 2، بيحط بورز معموله من بروتينز تتدفق من الميه، قلنا مين اللي بيشد الميه؟ الهايبر اوزموتيك جريدينت. ادي المود اوف اكشن. طب هنا هيشتغل عن طريق مين؟ قلنا الاساس ادام نون جينوميك يبقى سايكليك ام بي، هنا مفيش كالسيوم سايكليك ام بي. انت عارف بقى طبعا الاي دي اتش لو عاوز تفصيلات بيمسك في النون جينوميك ده اساسا الاساس سيربنتاين ريسبتور 7 لفات، ينشط جي بروتين 3 قطع، فاكر الكلام ده؟ راجع اول محاضره، ينشط يعمل اكوابورين 2 عن طريق الفور ميسنجرز اهمهم السايكليك ام بي. طيب كمل كلام جميل خالص. قال لك انه الاي دي اتش بيزود النفاذيه للميه في الكورتيكال بارت والميدلري بارت اوف كولكتنج تيبيول، يعني في الجزء من الكولكتنج تيبيول اللي في قشره الكليه اللي هو الكورتيكال، واللي في نخاع الكليه اللي هو الميدلري. بس في الميدلري بارت بيزود البرميابيلتي اليوريا. طب ليه؟ تعال نفهم. دلوقتي انت لما تقعد تسحب ميه تسحب ميه تسحب ميه، تركيز الميه جوه يحصل له هيزيد، مش انت بتشفط ميه؟ يبقى تركيز الفلويد جوه الكولكتنج تيول بيتزايد. طب ما يبقى هنا زائد وبره زائد، يبقى الامتصاص مش هيبقى قوي. فشوف الروعه، الا اذا بقى الاي دي اتش زود البرميابيلتي اليوريا
فتخرج اليوريا وتسحب معاه الميه. مش كده اليوريا بس فين يا اولاد؟ في الميدلري بارت. المشكله هتبدا في الميدلري بارت، ان بسحب ميه سحب ميه سحب ميه هيزود الاوزمولاليتي بتاعه الفلويد جوه التبيول، هيبقى قريب من الاوزمولاليتي حوالين التبيول في الانترستيشال فلويد حوالين التبيول، يبقى مش هيحصل سحب الا اذا خدناها شدناها مع يوريا. عشان كده بياخد اليوريا في الميدلري بارت. طب لسه، طب في الكورتيكال بارت بيعمل ايه بقى؟ مش بيعمل ايه ابزوربشن يوريا، بيعمل سكريشن اوف بوتاسيوم. اخطر اين يا ولاد في الجسم هو البوتاسيوم، قلتها لكم في سنه اولى. البوتاسيوم نورمالي في الجسم تحت رقم الحسد 5، لازم يبقى تحت 5 ملي ايكوفالنت بير لتر. لو وصل 8 تغير في ضربات القلب، اريزميا، لخبطه في ضربات القلب. يعني لو زاد 3 كمان 3 وصل 11 القلب يقف ان داستول، قلبي يتوقف في الداستول. يعني هبقى عاملها بطريقه حلوه، كارت اصفر وكارت احمر لما نيجي للكيدني باذن الله. فاخطر اين هو البوتاسيوم، يخشاه القلب، غير مسموح بالبوتاسيوم يتجمع في الجسم. تمام؟ ده قلت لكم ان الحقنه المميته في بعض الولايات في امريكا، الاعدام بالحقنه المميته ما هي الا بوتاسيوم كلورايد بيوقف القلب ان داستول. مش كده اي ارتفاع في البوتاسيوم فوق 5 ما يوصل 6 7 لازم على طول نحط العين على الكلية مش شغالة، يبقى نعمل دياليسيس. فالكلية بتسرع من التخلص في البوتاسيوم. فين؟ مش بقى في المدلري، في الكورتيكال بارت. يبقى ايه الرينال فانكشن اوف اي دي اتش؟ قلنا وظيفته بس يفتح الباب للمية. اولا بيشتغل فيه الاي دي اتش على الديستال هاف اوف ذا نفر، اللي هو الديستال والكولكتنج، الكلام الجديد على الكولكتنج بس. ازاي بيشفط ميه بيشتغل؟ قلنا ميه يبقى فازوبريسين، اسمه فازوبريسين، فازوبريسين 2 ريسبتور. ازاي بيفتح الباب؟ يعني يحط بروتين في ثقب يفوت الميه، فاسمه اكوابرين 2، يبقى فازوبريسين 2 واكوابرين 2، كل دي اسئله ام اس كيو. نون جينوميك يبقى تختار اهم سكند ميسنجر، ده ما فيش كالسيوم يبقى السايكليك ام بي. يبقى ده الميه نمره 1. نمره 2 على الكيدني. طب هيبقى في مشكله في الميدلري بارت، لان من كتر ما بنسحب الميه تركيز الميه جوه هيبقى قريب من بره، فمش هتسحب الا اذا خدنا معاه يوريا. عشان كده اليوريا فقط بعد ما يتركز الميه، يعني في الميدلري بارت اوف ذا كولكتنج تيبول. انما البوتاسيوم له خطوراته، مش بنسحبه، بنتخلص منه، وفي الاول في الكورتيكال بارت اوف ذا ميدلري. ده رينال اكشن. نيجي بقى الاكسترا رينال اكشن اوف اي دي اتش. قلنا من اسميه بيعمل هو فازوبريسين، يبقى الطالب ذكي مش مذاكر، يبقى بيزود البريشر في الفيسل، يبقى يعمل فازوكونستريكشن لطالب اسكى على الارتريولز، لان هي دي ريزيستنت فيسلز. طب ازاي يعمل فازوكونستريكشن في الارتريولز؟ يبقى ده كونتراكشن، ما هو كونستريكشن عباره عن كونتراكشن. يبقى الطالب ذكي ما ينفعش نشتغل بالسايكليك ام بي، لازم نشتغل بالداي اسايل جليسرول انستول ترايفوسفيت، دول اللي فيهم كالسيوم، هيقدر يعمل كونستريكشن كونتراكشن. ونوع الريسبتور بتاع الاي دي اتش هنا اسمه فازوبريسين 1. قلت بتاع الميه نورماندي 2 بالسايكليك ام بي، بتاع الاكسترا رينال فازوكونستريكشن بالداي اسايل جليسرول انستول ترايفوسفيت. ده مش كده وبس، ده مش بيكونتراكت السموث ماسل بتاعت الفيسل بس، بس دول اهم تو اكشنز يا ولاد، دول عليهم النمره، الباقي كلام شحاتين. ده كمان مش بس بيكونتراكت السموث ماسل اوف ارتريول، السموث ماسل بتاعت الجت بتاعت الجهاز الهضمي ده لها كونتراكشن برضه. ادام كونتراكشن يبقى كالسيوم، يبقى داي اسايد جسم انستول ترايفوسفيت بالفازوبريسين 1. طيب فاكرين كنت قلت لكم وعدتكم اجاوب لكم سؤال صعب قوي في الطب، هو ليه البوستيريور بيتوتري هي الوحيده اللي بتخزن ولا تصنع الهرمونات؟ بيتصنعوا لها في الهايبوثالاموس ويختزن في البيتوتري. عبد الله فكرت فيها والإجابة تملي واحدة يا أولاد، وراء الخلق وعاقلة نسميها الله. إن جزء من هذا الـ ADH اللي بيتعمل في السوبر أوبتيك بيتصرف في الهايبوثالاموس ويشتغل ككيميكال ترانسميتر، يعني يكشف النقاب عن وجهه ويقول أنا في الأصل نيورو هرمون، في الأصل كيميكال ترانسميتر أهو. يبقى جزء يتصرف في الهايبوثالاموس ويشتغل ككيميكال ترانسميتر، بيساعد في الكونسوليديشن اوف ميموري،
تثبيت الذاكره زي ما قلت لكم في الكابلينج، انك الشخص اللي هو يعني زي في الاكسيتوسين اللي ارتبطت بيه اول مره تتمسك بيه اكتر، كونسوليديشن عن تثبيت الذاكره. شوف الروعه. والجزء ثاني من الاي دي اتش يتسرب بره السوبر اوبتيك ويدخل الهايبوثالامو والفيزيال بورتال سيركوليشن وما يروحش للبوستيرو، يروح للانتيرو. يعمل ايه؟ قال لك الاي دي اتش مماثل للكورتيكوتروبين ريليسنج هرمون، فلما كورتيكوتروبين ريليسنج لما يروح للانتيرو بيتوتري يطلع الكورتيكوتروبين اللي هو الاس اتش يطلع كورتيزول. خلاص. طيب نرجع سيبنا حته صغيره في الرينال اكشن. احنا كنا قلنا ان الفازوبريسين بيعمل فازوكونستريكشن في الارتريولز عن طريق فازوبريسين 1. طب ما لو عمل كونستريكشن في الارتريولز بتاعت الكيدني كده الموضوع مش هينفع، لان الكليه مش هيجيلها اساسا دم، مش هتشتغل. شوف الروعه في الخلق لله. فالاي دي اتش على الفيسل بتاعت الكيدني المفروض يحصل لها فازوكونستريكشن بفازوبريسين 1. لكن جزء من الداي اسايل جليسرول قلنا قبل كده بيتحول الى بروستاجلاندين، ماده بروستاجلاندين اللي بتشتغل عن طريق فازوبريسين 3 بالعكس تعمل دايليتيشن ارتريولز، فتاثير الاي دي اتش يبقى ناثينج. يبقى الاي دي اتش عن طريق فازوبريسين 1 بيعمل فازوكونستريكشن بالداي اسايل جليسرول انستول ترانسفيت. طب وكده فازوكونستريكشن لكل الفيسل مطلوبه، بس الكليه هتوقف عمل الكليه، جزء من الضيق اسال جسر يتحول لبروستاجلاندين على كودونيك اسيد، فبروستاجلاندينز يشتغل على الفازوبريسين 3 يعمل فازودايليتيشن، فالفازودايليتيشن يانتاجونايز الفازوكونستريكشن، فالرينا الفيسل هي الوحيده التي لا تتاثر. انا حاسس بيك يا ولاد. طالب قال لي انا اتلخبطت، قلت له ليه؟ قال لي رينا الاكشن واكسترا رينا على الكلية يعمل امتصاص للمية، على الارتريولز يعمل فازو كونستريكشن، على المضلة يعمل تثبيت في الهايبوثالامس تثبيت في الذاكرة، وبعدين يدخل جزء في الانتيرو بيتوتري يشتغل ككورتيكوتروبين ريليسينج فاكتور يطلع كورتيزول. ايه ده؟ ايه ده؟ ده سمك لبن تمر هندي. ايه دخل ده بده بده؟ في يوم من الايام قبل ما ادخل محاضرة الاي دي اتش يا اولاد فكرت، قلت هيسألني السؤال ده هنا في الجامعات اللي اديتها للطلبة، مش هيسكتوا لي. ايه دخل اكشن دي ببعض؟ قالوا اني ما اقدرش اقول هنا قوة عاقلة وراها الله، ما لناش دعوة بالكلام ده هنا. عدد كبير منهم هنا ملحدين، ما فهمش ازاي، بس بقولها بصورة مداراة ان في قوة عاقلة واسكت، ومفهوم بقى احنا فاهمينها انها ربنا. انا قعدت اتأمل، هل يوجد ثمة علاقة بين الاكشنز دي بتاعت الاي دي اتش اللي تبدو متناثرة؟ لأن جاءت الفكرة في ذهني إن الـ ADH ده، الـ ADH ده بيلعب في سيمفونية النزيف الهيمورج. ربنا خلقه عشان لما يحصل لي هايبوفوليميا أنزف هيمورج وهايبوتنشن ينقذني من الموت. إزاي؟ فكر معايا. أنت لو نزفت مفروض تعمل إيه في حجم البول؟ تقلل حجم البول. ليه؟ أنت فقدت دم لسه هتفقد مية في البول. طب ما هو أنتي دايوريتيك بيشتغل على الديستال بارت اوف ذا نيفرون، بيعمل نوع من الامتصاص اسمه فاكالتاتيف ووتر ادزوربشن عن طريق فازوبريسين 2، قلنا اي حاجه ميه فيها 2، عن طريق شانلز اسمها اكوابورين 2، عن طريق السايكل ام بي بقى بيحافظ على الميه. حتى مره طالب سالني هنا في عجاله، هو في اكوابورين بتقول 2 هو في 1؟ قلت له اه طبعا في 1، هنجلها في الكيدني. يوجد نوعان من امتصاص المياه في الكيدني، في نوع ملوش دعوه بالاي دي اتش اوبليجاتوري اضطراري ده باكوبرين 1، انما في نوع له علاقه بالاي دي اتش اللي هو يسموه فاكالتاتيف، يعني اجباري، يعني اسف مش اجباري يعني اختياري، فاكالتاتيف اختياري، ده اللي بالاي دي اتش ده بالاكوبرين 2. ده بقولها للزملاء الاصغر سنا عشان لما الطالب يسالكم انت بتقول لي اكوبرين 2 طب فين 1؟ وان ده بتاع الاوبليجاتري ووتر ادزوربشن. يبقى اول حاجه عملها الاي دي اتش انه احتفظ بالميه، شيء مطلوب لما انزف. طيب انا خايف لما نزفت ان ينهار الضغط، فلازم اعمل فازوكونستريكشن لمين؟ للارتريولز اللي هي ريزيستنت فيسل.
ده اللي عمله الاي دي اتش عن طريق فازوبريسين 1 ريسبتور. خلاص بالكالسيوم بيضيع سائل الجسم الانستول ترايفوسفيت عمل فازوكونستريكشن رفع الضغط. في علاقه. يبقى الرينال اكشن بيحافظ فيه على الميه وانا نزفت، والاكسترا رينال بيحافظ على الضغط بانه بيعمل فازوكونستريكشن. طب ايه حكايه ان في جزء بيتسرب ويشتغل ككورتيكوتروبين ريليسنج هرمون يطلع كورتيزول؟ ايه علاقه الكورتيزول بالنزيف؟ يا خبر ابيض. في الفتره اللي اشتغلتها نائب في القصر العيني كان العيان اللي يجي له نزيف وملح لسه ما لحقناش نبعت نجيب له بلاد في اوضه العمليات ندي له حقنه كورتيزول لايف سيفنج، لان الكورتيزول انتي شوك، بيمنع حدوث سيركولاتري شوك، بيساعد الفازو كونستكشن، بيقلل برميابيلتي فيحافظ على حجم الدم. شوف العظمه. يبقى ربنا ادى العيان حقنه كورتيزول ان الاي دي اتش، وده سبب بقى ليه ربنا خلاه يتعمل في الهايبوثالاموس، عشان مش كله يوصل. لو اتعمل كله في البيتيوتري يبقى كانش في حاجه وصلت للانتيوبيتيوتري، في جزء بيتسرب ويروح ككورتيكوتروبين ريليسنج هرمون الانتيرو، انتيرو مش بوستيرور، يشغل يطلع الاس تي اتش، يطلع كورتيزول انتي شوك. طالب قال لي فاضل كونسوليديشن اوف ميموري، تثبيت الذاكره. انت لو اهملت وعملت حادثه ادت الى نزيف وكنت هتموت، يجب ان الحادثه دي تبقى ماثله في ذهنك عشان لا تكررها تاني. فبيطلع جزء من الاي دي اتش في الهايبوثالاموس يعمل لك تثبيت للذاكره عشان تتحذر، تحذر، تاخد بالك المره الجايه. ايه الروعه دي؟ واضفنا ان عمل فازوكونستريكشن لكل الفيسلز، انما على الكليه عاكس هذا الاكشن بان جزء من الضيق سائل الجسرول اللي بيعمل عن طريق فازوبريسين 1 فازوكونستريكشن اتحول لبروستاجلاندين، اشتغل على فازوبريسين 3 اتحول لاراكيدونيك اسيد لبروستاجلاندين تعمل فازوديليتيشن، فده يعكس ده. سيمفونيه يا اولاد، سيمفونيه. لا يمكن فهم الاي دي اتش الا انه وراء الخلق خالق. عكليه يعمل فاينل ادجستمنت الديستال هاف اوف ذا نيفرون، يعمل ووتري ابزوربشن. فاكالتاتيف اختياري، الميه افتكرها فازوبريسين 2 زي النورماندي 2 اكوابرين 2 يمتص الميه. عشان الضغط ما ينهارش عن طريق فازوبريسين 1 يروح للارتريول يعمل لها فازوكونستريكشن تو مينتين الارتيريال بلاد بريشر. طب هنا كونستريكشن يعني كونتراكشن، يبقى لازم حاجه فيها كالسيوم، يبقى السكند ميسنجر اللي هو الضيق سائل جسر انستول ترافوسفيت. عشان ما يحصلش كونستريكشن في الكدني جزء من الضيق سائل جلسترول يتحول من الاكلونيك اسيد الى بروستاجلاندين، يشتغل على فازوبريسين 3 ريسبتور يعمل فازودايليتيشن يعاكس الفازوكونستريكشن. ثم قلنا ليه اتعمل في الهايبوثالاموس اختوزن في البوستيريور بيتوتري في تامل خاص لعبد الله يتسرب جزء للهايبوثالاموس يشتغل ككيميكال ترانسميتر يثبت الذاكره، وجزء يروح للهايبوثالاموس هيبفيزيال بورتال سيركوليشن بورتال للانتيريور بيتوتري ويشتغل ككورتيكوتروبين ريليسنج هرمون يطلع الاس تي اتش، يطلع الكورتيزول اللي هو انتي شوك. يبقى راجع هذه السيمفونيه كليفرج. نيجي فاضل حته صغيره اللي هي كنترول وال والديس اوردر صغير قوي. نيجي الكنترول، تعالوا نفكر مع بعض يا ولاد. انتي ادرينتيك هرمون ده بيزود الميه، يعني بيزود الفوليوم، وعليه خف في الدم يبقى ينقص الاوزموتيك بريشر. يبقى الطالب ذكي، ايه اهم تو ستيمولاي يطلعوا الاي دي اتش؟ الاي دي اتش بيحتفظ ميه، زود الفوليوم، وعليه يتخف في الدم ينقص الاوزموتيك بريشر. يبقى الطالب ذكي قال لي يبقى يطلع لو زاد الاوزموتيك بريشر او نقص الفوليوم، دول اهم تو ستيمولاي، الباقي كله كلام شحاتين. طالب قال لي طب ايهما اهم؟ انا اقول لك كنت اختار الاهم، قلت ترتيب المعلومات يا اولاد ايكوال امبورتنت زي كمهم. نقص في الاسموتيك بريشر 1% بس يطلع الاي دي اتش، اسف، زياده الاسموتيك بريشر 1% بس يطلع اي دي اتش عشان يحتفظ معه عشان يخفف الاسموتيك بريشر. انما لو حصل لك هيموريدج هايبوفوليميا وهايبوتنشن ما يطلعش الاي دي اتش الا لو فقدت اكتر من 5% اب تو 10%
من البلاد عشان يطلع. يبقى هنا 1% زيادة في الأزموتك بريشر تطلع الـ ADH، إنما هنا نقص من 5، أكتر من 5، لازم أكتر من 5، في كتب تكتبها 10% من يعمل هايبوفوليميا وهايبوتنشن عشان نطلع. يبقى لازم بالترتيب ده أزموتك بريشر ثم أزموتك بريشر ثم أزموتك بريشر ثم نقص الفوليوم. طب نيجي التفصيلات يا أولاد لطالب ذكي. زيادة الأزموتك بريشر يبقى لازم هتشتغل على حاجة اسمها أزموريسبتورز في الهايبوثالامس، موجودة فين؟ في الأنتيرو هايبوثالامس. وحاجة جميلة للأوائل، الأزموريسبتور اللي بتتأثر بأزموتك بريشر أوف بلاد لازم تبقى موجودة أوتسايد ذا بلاد برين بارير، لأنها لو موجودة جوه البارير مش هتحس التغير في الأسموزيس بتاع البلاد. فربنا خلى الأزموريسبتور في الأنتيرو هايبوثالامس من ضمن أربع حاجات مهمين موجودين بره البلاد برين بارير، في حاجة اسمها سيركم فينتريكولار، اسمها سيركم فينتريكولار أورجنز. يعني ليه يسموهم سيركم فينتريكولار؟ لأنهم حوالين الفينتريكلز بتوع المخ، فيسموهم سيركم يعني حوالين، سيركم فينتريكولار أورجنز موجودين في الحتة دي الأزموريسبتور. سيركم فينتريكولار أورجنز على وجه التحديد في حاجة اسمها أورجن فاسكيلوزم، لأنه كله فيسل اسمه أورجنم فاسكيلوزم. ده مش مهم المعلومات دي. يبقى الأزموريسبتور في الأنتيرو هايبوثالامس outside the blood brain barrier. للناس بقى الفوق اللي هم يعني بيقفلوا الدنيا موجودين في السيركم فينتريكولار أورجنز، الأورجنز اللي حوالين الفنتيكل اللي هم موجودين بره البلاد برين بارير على وجه التحديد في الأورجنم فاسكيلوزا. طيب ازاي نقص الفوليوم يطلع الـ ADH؟ خدناه الفوليوم لما بينقص بيقل الأرتيريال بريشر والفينس بريشر، يبقى هيتأثر الهاي بريشر ريسبتور في الارتيريال بلاد بريشر اللي هم موجودين في الاورتيك ارش والكاروتيد ساينس ارتيريال بلاد ريسبتور، واللو بريشر ريسبتور او حتى بيسموهم الفوليوم ريسبتور او اتريا ريسبتورز اللي موجودين في الاتريا والاوبننج اوف بيج فينز نير ذا وفي الفينز نير ذا اوبننج في الاتريا. خدناه. يبقى الفوليوم حاجات بالعقل هتتالفها. يبقى زيادة الأزموتك بريشر عن طريق أزموريسبتور في الأنتيرو هايبوثالامس برا البلاد برين بارير، نقص الفوليوم عن طريق هاي بريشر ريسبتور أرتيريال بارو ريسبتور في الكاروتيد ساينس والأورتيك أرش، أو لو بريشر ريسبتور اللي هي فوليوم ريسبتور اللي هي إتريا ريسبتور موجودة بوث إتريا وفي البيج فينز نير الأوبننج في الإتريا. طيب الباقي كلام شحاتين بقى يا ولاد. إنه البيتا أدرينيرجيك ريسبتور بتزود هرمونز الألفا بتنقص الـ ADH. واحد يقول لي طب ممكن يفهمها لنا؟ افهمها لك. فاكر في سنه اولى كنت قلت لكم البي بي بيتا ادرينرجيك ريسبتور ان بي بي بيتري، فاكر؟ اكسبت على ثلاث حاجات، الهارت اللي هو مش موضوعنا دلوقتي، فتح ودنك اللي جايه، والهرمونز هي دي، والميتابوليزم. يبقى البيتا انهبيتور لكل حاجه بس تزود ثلاث حاجات، تزود الهارت ريت والفورس كونتراكشن الهارت، وتزود كل الهرمونز، وتزود ميتابوليزم. يبقى هنا الـ ADH هرمون يبقى يزيد بالبيتا أدرينرجيك ريسبتور وعكسه الألفا أدرينرجيك ريسبتورز. نكمل بقية الليستة اللي مش مهم قوي. المورفين والنيكوتين والباربيتوريتس المنومات بتعمل ايه؟ بتزود الـ ADH فتقلل حجم البول الانتيلوريتري. حتى بقولها في مزاح عشان تفتكرها. المورفين اللي هو الأفيون بياخدوه في الغرز، مش محتاجين تواليت، عشان كده ما تلاقيش غرزه فيها تواليت. ليه؟ عاوزين مش عاوزين الـ ADH بيطلع بيقلل حجم البول، مش محتاجين التواليت. الباربيتريتس المنومات، واحد نايم مفروض ما يقومش يفضي بوله. والنيكوتين بتاع السجاير. عكسها بقى الايثانول هناك، الالكول، الخمور وبئس المصير، البيره. ده بتيجي سؤال بير اهي، الناس كلها عارفه ان يشربوا بيره بينزلوا بول كتير، عشان كده البارات في الاوتيلات تلاقيها لازقه في ال WC في التويلت، محتاجينه. الايثانول بيوقف الانتي دايوريتيك، يبقى يحصل دايوريسيس اضرار رهيب للبول، لازم يبقى تواليت طول النهار، يشرب ويفضي يشرب ويفضي. نكمل بقيه ليست. سليب، قلنا البيتيوتري غده مسائيه بشقيها الانتيرو بوستيرو. الجروث هرمون كان بيطلع بالليل.
البرولاكتين بالليل، الـ ADH طبعا لازم يطلع بالليل عشان ما تقومش بالليل كتير للتواليت يزعج نومك. شوف الروعة، وراء الخلق قوة عاقلة يسميها الله. الاسترس بيطلع كل الهرمونات، قلت لك يوم ما ربنا ما يفتحش عليك ويقول لك اي هرمون كله بيطلع بالاسترس بالبين. هنا من الروائع يا اولاد اللي تدل على ان وراء الخلق قالت النوزيا، غثيان النفس. غثيان النفس في تامل خاص لعبد الله ده مقدمه للقيء، مقدمه لفقدان الميه. لسه ما اتقيتش، انا عندي غثيان نفس، مقدمه ان انا هتقي وهفقد ميه. يبقى من الاول احافظ على الماء اللي عندي، ما نزلش بول، يبقى يطلع انتيديوتيك هرمون. مش ده نسبه يا ابني في قوه عاقله هي اللي بتتحكم في الامور، هي اللي عارفه ان النوزيا هيعقبها قيء، هيعقبها فقدان الميه، يبقى بنحافظ على الماء بتاعتنا. ده بيقولوا النوزيا غثيان نفسي بيزود الاي دي اتش 500 مره. الناحيه الثانيه هنقول كولد. لا تنسى اولاد، لا تنسوا الكنترول اوف اي دي اتش، اوعى تنسى. في كلمتين مهمين والباقي كلام شحاتين. اي دي اتش بيحافظ على الميه، يبقى يزود الفوليوم، يبقى ينقص الاوزموتيك بريشر. يبقى ايه اهم تو ستيمولاي؟ يطلع من الاوزموتيك بريشر يزيد او الفوليوم يقل، هايبوفوليميا وهايبوتنشن. زادت الاوزموتيك بريشر 1% عشان كده تبتدي بيها، دي الاهم، عن طريق اوزمو ريسبتور في الهايبوثالاموس، في الانتيرو هايبوثالاموس بره البلاد برين بارير، في الاورجان اورجانم فاسكولوزا. بينما الفوليوم ريسبتور موجودين في الهاي بريشر ريسبتور، ارتيريا بارو ريسبتور، كاروتيد سينس، اورتيك ارش، او لو بريشر ريسبتور، اتريا ريسبتور، فوليوم ريسبتور، موجوده بوث اتريا والفينز اوبننج انتو ذا اتريا. الباقي كلام اي كلام. نكمل الليست. في البيتا، قلنا البي بي بيتا انهبيتوري ما عدا على الهارت والهرمونز بيزود الهرمون، يبقى صدى الف. المورفين والنيكوتين والباربيتوريتس يزودوا الانتيديوتيك هرمون، عكسهم الالكوليك والبير. غده مسائيه، السليب يزود، الاسترس يزود، النوزيا، غثيان النفس يزود، انما الكولد الواحد في البرد بينزل بول كتير. نيجي اخر حته اللي هي ديس اوردرز. ديس اوردرز بتاعه الاي دي اتش بياخد شكلين، يا هايبو يا هايبر. الهايبر معظم الجامعات لا تهتم بيها، الهايبو هو الاهم. نقص الاي دي اتش بيدي مرض اسمه diabetes insipidus. diabetes في اللغة يعني large volume of urine، حج بول كتير. insipidus يعني tasteless، لا طعم له، لان عندي diabetes mellitus. mellitus يعني sweaty، بول كتير وطعمه حلو اللي فيه جلوكوز. واحد يقول لي ايه ده يعني diabetes insipidus، يعني بول كتير وملوش طعم؟ هما بيدقوه عشان يقولوا سموا الاسم ده. اقول لك تصور، كانوا بيدقوه. أقول لك في عجلة فرفان ويعني المزاح، والدي رحمه الله كان أول دفعة في كلية الطب، كان الثاني على الثانوية العامة، هو وصديقه عبد العزيز سامي رحمهم الله كان الأول، ودخلوا كلية الطب. فكانوا بيحكوا لي إن الطب علامكم ده مش طب، أنتوا بتحللوا البول تعرفوا فيه سكر ولا لا. إحنا كنا زمان بندوق البول مفهوش طعم، يبقى دايابيتس انسيبيدس، نقص الاي دي اتش. في سكر يبقى دايابيتس ميليتس، نقص الانسولين. من هنا جاء الاسم دايابيتس انسيبيدس. كانوا الاول والثاني على الثانويه العامه، الاول رحمه الله عبد العزيز سامي والثاني والدي، ودخلوا كليه الطب 50 فرد، تخرج 11 بس، الباقيين سقطوا في السكه. طيب نيجي كوزس وتايبس اوف دايابيتس انسيبيدس. طالب ذكي يقول لي انت علمتنا حاجه جميله قوي، ان اي هايبو فانكشن سببه حاجه من اثنين، يا نقص الهرمون يا نقص الريسبتور. لان كنت بتقول لنا ايد لوحدها ما تسقفش، اي هايبو فانكشن، لا انا مش مذاكر، يا الهرمون ناقص يا الريسبتور مش موجود. عشان كده يوجد نوعان من الدايابيتس انسيبيدس، نوع سببه نقص الهرمون. الهرمون بيطلع منين يا اولاد؟ من السوبرا اوبتيك نيوكلياي. يبقى ليجن في السوبرا اوبتيك نيوكلياي في الهايبوثالاموس، اي في النيرفوس سيستم، فيسموا النوع ده سنترال لانه في السنترال نيرفوس سيستم، او نيوروجينيك لانه في النيرفوس سيستم. سموه سنترال دايابيتس انسيبيدس او نيوروجينيك دايابيتس انسيبيدس، عاوز الناس فاهمه. بيبقى ليجن فين؟ في السوبرا اوبتيك نيوكلياي اللي بتطلع الاي اتش.
كانوا زمان يقولوا لو الليجن في التراكت يحصل مرض غلط، لو التراكت مقطوع الاي دي اتش هيتسرب دايركت على البلاد، لازم الليجن يبقى في النيوكليس بس مش في التراكت، مش عاوز غلط. او الريسبتور مش موجود، الريسبتور اللي هو قلنا بتاع الميه، احنا عندنا الاي دي اتش بيشتغل بثلاثه ريسبتور، بتاع الميه كان نمره كام؟ نورماندي 2، فازوبريسين 2، اكوابورين 2، فاكر كان حتى معاه نيوروفيزين 2، اوعى تنسوه. يبقى الكدني النفرون ما عليهاش فازوبريسين 2 او ما عليهاش اكوابورين 2، يبقى العيب هنا فين؟ في النفرونز بتاعت الكليه، فيسموه نفروجينيك دايبيتس انسيبيدس، نفروجينيك. شوف الجمال في الفه. يبقى اي هايبو فانكشن يا نقص في الهرمون يا نقص في الريسبتور، الهرمون بيطلع من السوبرا ابتك في السنترال نيرف سيستم يبقى يسموه سنترال دايبيتس انسيبيدس، او نيوروجينيك، او مفيش في 2 او اكوبرين 2 على النفرون يبقى نيفروجينيك دايبيتس انسيبيدس. بماذا يتميز المرض؟ ثلاث حاجات. تعال مفيش اي دي اتش ما يقدرش يعمل فاكالتاتيف ووتر ابزوربشن، الميه مش قادر يشفط الكميه الاختياريه، يبقى هينزل ميه كتير، يبقى بوليوريا عنده ميه كتير. اهم حاجه هنا في الام اس كيو انه هنا مفيش سكر، مش زي الدايبيتس ميليتس اللي قلنا ميليتس يعني حلو لانه كان في سكر، هنا مفيش سكر. يبقى دي مهمه جدا في الام اس كيو، لو سبيسيفيك جرافيتي يورين، لان ميه ما فيهاش حاجه مذابه ما فيهاش سكر، يبقى لو سبيسيفيك جرافيتي يورين. فبولي يوريا يعني بول كتير، السبيسيفيك جرافيتي بتاعته قليله. طب اللي هينزل ميه كتير يشرب كتير، يبقى بولي ديبسيا يعني عطش، العيان ينزل كتير ويشرب كتير، ممكن توصل كميه البول اللي نزلها عندها ل 16 لتر في اليوم اللي هو الفاكالتي، ولازم يشرب قديهم واكتر منهم شويه عشان يعوض الفقدان في النتح من الجلد والستول، يبقى يشرب اكتر، يبقى بوليوريا وبوليبس. حاجه عامله زي السيمون ديزيز يا اولاد، لو الليجن كان في الهايبوثالاموس نقص الاي دي اتش وامتد، خد بقى مش الفيدنج سنتر زي في السيمون اللي خدناه، خد الثيرست سنتر مركز العطش، يبقى العيان ده بيفقد ميه ومش عطشان ما بيشربش، يبقى هيحدث ديث لا محاله، موت. لو الليجن اللي في الهايبوثالاموس اللي هو السنترال او نيفروجينيك اسف نيوروجينيك دايبيتس انسيبيدس خد الثيرست سنتر بالعام. طب افرض بس دي في معظم الجامعات مش موجوده، زاد الاي دي اتش، يبقى الميه هتحتجز في الجسم جامد، يبقى يحصل ووتر انتوكسيكيشن، التسمم بالماء. يا الميه دي اللي هي اسينشال فور لايف ممكن تبقى بويزن؟ اه طبعا بويزن اس، اه ووتر انتوكسيكيشن. متى يحدث ده؟ ده بقى الحاجه الغريبه، امتى يزيد الاي دي اتش؟ انت بقى متصور يبقى في ورم في السوبر اوبتيك، تصور اجابه صحيحه لكنها خاطئه. وجد ان الكانسرز بتطلع اي دي اتش، اشهر كانسر بيطلع الاي دي اتش اللي هو اللانج كانسر يا اولاد، نوع معين اسمه اوت سيل كانسر. اللانج كانسر هو اكتر كانسر بيحصل الارواح في الدنيا، لكن كمان بس الاقل بيطلع من البروستاتيك كانسر او البنكرياتيك كانسر، حتى يسموها اسم جميل قوي inappropriate اي دي اتش secretion. inappropriate يعني مش مظبوط، لان الاي دي اتش مش طالع هنا من الهايبوثالاموس من السوبرا اوبتيك، ده طالع من كانسر سيلز، غالبا لان كانسر، غالبا لان كانسر، غالبا لان كانسر، كان ممكن الابروستات او بنكرياتيك. مره ثانيه سالني ازاي ده، يعني ازاي خليه ما هياش نون اندوكراينال تطلع هرمون اللي هو الاي دي اتش؟ المفاجاه اقولها لك وهني بيها، اي خليه في جسمك، اي خليه عندها البوتنشاليتي انها تطلع اي حاجه. واحد قال لي ازاي الكلام ده؟ يا اخي فكر، الله يعلن عن وحدانيته، احنا مش في الاصل كنا خليه واحده؟ سبيرم حيوان منوي اندمج مع بويضه وادوا زايجوت، ادوا بويضه مخصبه خليه واحده، طلع منها كل جسمك، كل جسمك بما فيه الاندوكراين جلاندز كلها. يبقى اي خليه في جسمك عندها البوتنشياليتي المقدره انها تطلع اي حاجه. وادي اكزامبل صارخ لعيان عنده زياده في الانتي دايريتيك هرمون ومفيش حاجه متعلقه بالهايبوثالاموس او البيتيوتري، ده بيطلع من لانج كانسر، بروستاتيك كانسر او بنكرياتيك كانسر، غالبا لانج كانسر.
لما المياه تزيد جدا جوه جسمك اكتر خلايا تتضرر البرين سيلز ويؤدي الى death. water intoxication، التسمم بالووتر، او لانه طالع من مكان مواش اندوكراينال سموه ADH inappropriate ADH secretion. inappropriate يعني غير مناسب ADH secretion. طبعا المرض الاهم يا اولاد اللي بيدرس في كل الجامعات هو الدايبيتس انسيبيدس. دايبيتس يعني large volume of urine، انسيبيدس يعني tasteless لا طعم له، وذلك قد يكون لسببين، انها يا اما عيب في الهرمون يا في الريسبتور. في الهرمون يبقى في النيرفس سيستم، يبقى السنترال نيرفس سيستم فيسموه سنترال او نيوروجينيك. في V2 ريسبتور على النيفرونز او اكوا بورين 2 يبقى يسموها نيفروجينيك. ولا تنسى ان الـ ADH في الفانكشن بتاعته على المية بيشتغل عن طريق فازوبريسين 2 اكوا بورين 2 نورماندي 2، بينما على الفيسل بيشتغل بالفازوبريسين 1 او 3. وقلت ان فازوبريسين 2 بتاعت المية بالسايكليك ام بي، فازوبريسين 2 اللي بتعمل كونتراكشن فازوكونستريكشن بالداي اسايل جليسرول والانزيتول ترايفوسفيت. لما يعوز يعكسها جزء من الداي اسايل جليسرول يتحول لبروستاجلاند ويشتغل على فازوبريسين 3، ده في الرينال فيسلز. ده يا اولاد البوستيريور بيتوتري كما ينبغي ان تفهم، والا فلا. ولا تنسى ان اللاف هرمون، بس ده ما عليناش، هو الاوكسيتوسين، هو الاي دي اتش، لكن بيساعد كابلينج. قلنا الاي دي اتش والاوكسيتوسين بيساعدوا، بيزيدوا مع السكشوال ريليشن شيب انتركورس. اشكركم من اجل حسن انصاتكم، وبإذن الله المرة القادمة نبتدي ثيرويد. وبشكركم على تعاونكم مع أطفال المرضى من مستشفى أوريش، وإلى أن ألقاكم أسأل الله لكم التوفيق. شكرا، سلام.